السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نحييكم اينما كنتم الى هذه التغطيه الخاصه التي تاتيكم على شاشه الاخباريه السوريه من دمشق. نتحدث فيها طبعا بهذه التغطيه المخصصه عن حلب، عن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على ارض الميدان، حيث طبعا هناك يعني احياء قليله يفصل الجيش العربي السوري عن إعلان الانتصار الكامل بهذه المدينة التي لطالما عانت من الإرهاب ومن رجس الإرهاب ومن المجموعات الإرهابية المسلحة. اليوم هذه المجموعات الإرهابية المسلحة التي أذت الشعب الحلبي لمدة 5 سنوات وأكثر تتهاوى أمام ضربات الجيش العربي السوري، تتفكك أمام ضربات الجيش العربي السوري وتنسحب من بعض المناطق التي تتواجد فيها. كل هذا يتحقق مشاهدينا كما قلنا أمام الانتصارات التاريخية لهذا الجيش الأبي الصامد الذي صمد وصابر وانتصر. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وارحب بالضيوف الذين سيشاركوني بهذه التغطيه معي عبر الهاتف من الاردن، الكاتب والاعلامي الاستاذ هشام هبيشان. استاذ هشام اهلا ومرحبا بك. اهلا بك، مساء الخير لك اختي رنا ومساء الخير لضيفك الكريم. يا هلا فيك. اذا حلب قاب قوسين او ادنى استاذ هشام من الاعلان الكامل للنصر على كامل الاراضي الحلبيه، هذا النصر الاستراتيجي كيف يمكن ان نقراه اليوم؟ اختي رنا، لاحظنا بالفتره الماضيه تقدم الجيش العربي السوري على مساحات واسعه من احياء حلب الشرقيه، تجاوزت اليوم حسب عده تقارير محليه ودوليه 75% من مساحه هذه الاحياء. هذا الانجاز ينعكس اليوم كانجاز كلي على ما يجري في سوريا بالفتره الاخيره، والتقدم الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري على اكثر من محور، ابتداء من محيط دمشق وليس نهايه باحياء حلب الشرقيه. هذا الانجاز اليوم يعطي للدوله السوريه ورقه كبرى بمفاوضاتها مع كبار اللاعبين الدوليين المنخرطين بالحرب على سوريا، هذا سياسيا. عسكريا اليوم نلاحظ ان هذا التقدم للجيش العربي السوري والقرب من انتهاء ملف حلب المدينة سيؤهل الجيش العربي السوري والقوى الحليفة للقيام بعمليات عسكرية باتجاه الريف الشرقي والشمالي والجنوبي لحلب، وهذا بدوره سيقضي على أي مشاريع تركية أو أمريكية مستقبلا تستهدف الدولة العربية السورية ووحدتها وسيادتها. نعم، ست سمر ضيفتنا من بيروت، أيضا السيدة سمر الحاج الناشطة الإعلامية، أهلا ومرحبا بك بداية سيدة سمر. وهذا النصر اليوم كيف يمكن أن نقرأه لمدينة حلب، هذه المدينة التي عانت ما عانت من الإرهاب ومن وجود المجموعات الإرهابية المسلحة؟ اليوم هذه المجموعات الإرهابية المسلحة كما قلنا ببداية بهذا الحوار بأنها تتهاوى أمام ضربات الجيش العربي السوري، أيضا قراءتك سيدة سمر؟ نحن نرى هذا المشهد منذ ما يفوق 5 سنوات، وما بشرنا بهذا المشهد هو الصمود الرائع لأهل حلب ولناس حلب ولصدق أهل حلب. تعرفي يا رنا، أنا متأثرة، نحن لا نبكي إلا فرحا، راهن العالم كله على سقوط سوريا، الكل فكر. طبعا نحترم دموعك الصادقة سيدة سمر، وأنت كنت مع سوريا ومع الشعب السوري منذ بداية هذه الحرب على سوريا، لطالما وقفتي مع الشعب السوري، لطالما شجعتي بكلماتك، وطبعا هذا الشعب وأهل حلب كان لهم خصوصية أيضا بلقاءاتك ست سمر، شكرا جزيلا لهذه الدموع النبيلة والصادقة التي تذرو فيها اليوم. شوفي يا رنا، أهل حلب عطوا أمثلة تاريخية بالصمود، بالوقفة الجبارة، بالإصرار على أرضهم وعلى عرضهم وعلى التزامهم بالقضية المحقة وعلى قبلتهم اللي هي دائما وأبدا هي فلسطين. انتصروا على أعتى الجيوش بصمودهم وبوقفتهم اللي شفناها من أقل من شهر، كنا هناك مع أهلنا وناسنا، بتتذكر يا رنا؟ صحيح. كنا موجودين بحلب، شفنا حب الحياة واستمرار الحياة وكيف هودي الناس بينقلوا من مكان إلى آخر، إن كان عامل وإن كان تاجر وإن كان تلميذ وإن كان ربة منزل، كله بينتقل من مكان إلى مكان أأمن للبقاء في حلب ولعدم ترك حلب، لأنه كل الأنظار موجهة لها. أنا قلت من حلب، حتى الانتخابات الأمريكية تتوقف على حلب، الانتخابات بلبنان توقفت على حلب
وما أتت الخيارات إلا ما يشبه هذا الانتصار العظيم. اليوم بانتصار حماة الديار وأحبابنا من الحلفاء ومن أبنائنا بحزب الله بصمودهم وبنفسهم العظيم اللي أخذوه من أهل حلب ومن الشعب السوري العظيم، هن عم بيقولوا للعالم بأسره خسئتم، هناك التزام بالقضايا المحقة، خسئتم، هناك إصرار على الحق وعلى الأرض وعلى العرض. وما حدا بيقدر، ما حدا بيقدر، لا أردوغان ولا غير أردوغان ولا الحلف الأطلسي بأمه وأبوه، أنه يقدر يهز شعرة من قناعات الشعب السوري العظيم. اليوم حلب هي المدخل إلى انتصار أكبر. اليوم حلب عم تعلن أنه في مشروع طويل عريض صهيو وهابي اندحر إلى اللا عودة. هناك خريطة سياسية جديدة سترسم على وقع هذه الانتصارات. ما أتى الجنرال ميشيل عون حليف المقاومة ومرشح المقاومة والمدعوم من المقاومة لولا صمود حلب، وأنا مش عم بالغ. ما أتى هذا الرجل النظيف الملتزم لولا ذلك. نحن لسنا في لبنان جزيرة عائمة بحد ذاتها، نحن الشقيق الأصغر لهذا البلد العظيم. عندما تكون سوريا بخير نحن نكون بخير. نحن نعتبر بنصر حلب بأن مقاومتنا مصانة، بأن جنوبنا مصان، وبأن أوصال العدو الصهيوني ترتعد أكثر فأكثر. نعم، هون خليني يعني سيدي سمر وابقي معي لو سمحتي أن أسأل ضيفي من الأردن، كيف ينظر المجتمع الدولي اليوم إلى هذه الانتصارات، وحقيقة أي مخاوف لدى دول الإقليم التي رعت التنظيمات الإرهابية ولدى الكيان المحتل الذي دعم بشكل مباشر هذه التنظيمات الإرهابية في سوريا؟ كيف ينظرون اليوم إلى هذا الانتصار، وأي مخاوف وهواجس لديهم بعد هذا الانتصار الكبير؟ أختي رنا، إذا أردنا السؤال عن موقف الدول الداعمة للمجاميع الإرهابية في سوريا، ما جرى بأحياء حلب الشرقية، نقرأ هذه المواقف من خلال ما قامت به الإدارة الأمريكية بالأمس من رفع التوريد عن الأسلحة للمجاميع الإرهابية في سوريا. اليوم نلاحظ أن ما يجري في حلب أثر بشكل كبير على الدول الراعية لهذه المجاميع، والدليل على ما قامت به الإدارة الأمريكية بالأمس. هذا التوريد للأسلحة المستمر، أعتقد أن أمريكا لم ترفع الغطاء، بل كانت هذا التوريد مستمر، ولكن الآن أصبح بشكل علني للتلويح بأوراق عسكرية ضد الحليف الروسي وضد الدولة العربية السورية. موقف الكيان الصهيوني لاحظناها بالفترة الأخيرة من خلال العمليات العسكرية، الغارات الجوية التي قامت بها طائرات الاحتلال الصهيوني باتجاه مدينة دمشق ومحيط محافظة القنيطرة. الموقف السعودي والتركي الآن نلاحظ أن هناك ارتباك كبير بهذه المواقف. التركي عاجز عن التحرك، وخصوصا بحدود بمحيط بلدة الباب. أعتقد أن هناك مجموعة خطوط حمراء رسمت للتركي ولعملية ما يسمى بدرع الفرات بمحيط بلدة الباب. السعودي نلاحظ أن دوره اليوم بدأ بالتراجع التدريجي نتيجة ما يجري بمحيط بلدة دوما في الغوطة الشرقية وانهيار ما يسمى بجيش الإسلام التي تدعمه السعودية. مواقف هذه الدول أختي رنا بمجموعها ما زالت لغاية الآن لم تسلم بعقم الحرب على سوريا، ما زالت تراهن على أن هناك إدارة أمريكية قادمة، مع أن البعض يعتقد أن الإدارة الأمريكية القادمة ستختلف سياستها عن الإدارة الحالية، ولكن أعتقد أن موقف أمريكا من الحرب على سوريا بالنهاية هو موقف وسياسة دولة وليس موقف وسياسة إدارة تذهب أو إدارة تأتي. نعم، طيب ابقى معي أستاذ هشام. ست سمر، أي حالة من الارتباك اليوم يعكسها هذا الانتصار وظهرت جلية حقيقة على مواقف دول الإقليم وتحديدا الخليجية منها، والذي انعكس واضحا ببيان قمة دول التعاون الخليجي؟ نعم سيدتي، الإرباك واضح وجلي، ولا يعني لا لزوم للإثبات، يعني ومن فمك أدينك. هؤلاء راهنوا، وبوجع نقول أن بعض المستعربين ممن يحمل المشروع الصهيوني يزايد به على الصهاينة، اعتقد بلحظة ما
بأن بتروله الأسود وذهبه الأسود وماله الأسود باستطاعته أن يشتري الذمم وأن يشتري الكرامات وأن يحيي الذاكرة، الذاكرة مش الفردية بس، الذاكرة الجماعية. اليوم نرى كيف بأن ما يسمى بالمملكة السعودية في بلاد الحجاز كيف أنها تستجدي حل سياسي مع اليمن الذي حارب من دون سلاح وبالتنورة بقطعة سلاح استطاع أن يهزم أغنى جيوش العالم الذي لا يتمتع لا بالعقيدة ولا بالقضية. اليوم نرى بلاد الخليج كله من تحت الطاولة، ليس اليوم يا سيدتي، قبل إعلان بدايات النصر من حلب نرى من تحت الطاولة اللهسان للتقرب من سوريا المنتصرة. لا حل لهم لو أرادوا أن يكون لهم موطئ قدم في الشرق الأوسط إلا من خلال سوريا، لا يستطيعوا أن يجدوا موطئ قدم لهم إلا من خلال سوريا، فيسعون يمنة ويسارة لتحقيق ذلك من تحت الطاولة. اليوم سنشهد ما بعد حلب، سنشهد تغيير أوجه، ولطالما شاهدنا تغيير هذه الأوجه. كل من راهن على لا قدر الله على غياب سيادة الرئيس بشار الأسد زال إلى غير عودة. يعني لو عدنا بالذاكرة إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى الدول ما يسمى بالدول الخليج، إلى ما يسمى بالدول العربية، كله زال، كل من قال سيزول هذا الرجل العظيم هذا السوري الأصيل هو زال، وبقي سيادة الرئيس بخيار شعبه وبخيار ناسه اللي انتخبوه بلعبة ديمقراطية رائعة لا غبار عليها. اليوم الكل سيسعى لإعادة العلاقات إلى أفضل ما يستطيعوا مع سوريا، لأنهم لا يستطيعوا أن يتخلوا عن الشرق الأوسط. لو أرادوا الدخول إلى هذا الشرق الأوسط فالبوابة العريضة هي سوريا. اليوم نرى التغيرات والصدمة الدراماتيكية التي حدثت في سوريا، في أمريكا، نرى الصدمة، سنرى صدمة قادمة في فرنسا، قد نراها في ألمانيا أيضا، غير عديك عن دول الخليج وما سنراه قريبا من تغيرات. لو أخذنا لبنان مثلا على ذلك، نرى بأن هناك تهافت على هذا البلد وسباق مع الوقت. يعني هو مثل صغير ولكن له دلالات كبرى، هذا التلهث على هذا البلد، هذه المحاولة لشد مرشح المقاومة إلى مشروع لا يشبهه بشيء ولا ينتمي إليه ولا بذرة من تراب، يحاول بجهد جهيد بأن يزرعوا فتات غير موجود ما بين رئيس الجمهورية الجنرال ميشيل عون وسوريا والمقاومة. هو مثل يحاول في هذا الوقت أن يستعيد ما عجز العالم كله عن صنعه بكل قوته. ما نراه اليوم من إحباطات ومن أوهام ومن صيد بالماء العكر يعطيك الصورة الجلية عن مدى الإرباك الذي تعاني منه كل الدول التي لها يد بالتآمر على سوريا. سوريا ليست فقط سوريا، سوريا هي العنوان العريض هي الأساس ورأس الحرب لمشروع عربي مقاوم وقف في وجه مشروع ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. سوريا رأس الحرب بتدمير هذا المشروع. نعم، والشعب الحلبي أيضا كان له دور، يعني سوريا بكل أطيافها وحلب وأهل حلب كان لهم دور. سيدة سمر ابقى معي لو سمحتي. أستاذ هشام، اليوم نلاحظ خروج الآلاف من المدنيين حلب الشرقية،
خروج المدنيين هذا إلى أي حد ساعد الجيش العربي السوري بعملياته الأخيرة وأثر سلبا، كان أعطى تأثير سلبي على هذه المجموعات الإرهابية المسلحة التي لطالما تحصنت بهؤلاء المدنيين وأرادت اتخاذهم دروعا بشرية، وبالتالي عطلت دائما الهدن والتهدئات وقصفت المعابر التي خصصتها الدولة السورية وحلفائها لخروج المدنيين سابقا. أختي رنا، هذا إن دل على شيء فهو يدلل على أنها معظم المدنيين داخل أحياء مدينة حلب الشرقية كانوا مختطفين من قبل هذه المجاميع المسلحة الإرهابية على مختلف مسمياتها. على محور آخر، لا طالما أرسل يعني السيد الرئيس بشار الأسد، لا طالما أصدر مراسيم عفو عن هذه المجاميع المسلحة، ولا طالما الدولة السورية أرسلت رسائل لهذه المجاميع المسلحة وأعطتهم خيارين، إما الانسحاب من هذه الأحياء باتجاه القبلة التي يريدونها والإفراج عن المدنيين المحاصرين، ولكن على ما يبدو أن هذه المجاميع المسلحة ما زالت مصرة على الانتحار في محافظة حلب وتحديدا في أحياء مدينة حلب الشرقية. وهذا يدل على شيء، فهو يدلل على أن الدولة العربية السورية ما زالت تمنح الفرص لهذه المجاميع المسلحة. الأولوية الأولى هي لسلامة المدنيين، والدليل على ذلك أن الدولة العربية السورية فتحت أكثر يعني أكثر من 6 أو 7 معابر إنسانية لخروج المدنيين، ولاحظنا خلال 10 أيام الماضية خروج الآلاف وعشرات الآلاف من هذه المعابر باتجاه الأحياء الغربية وغيرها من المناطق. ولهذا أعتقد أن المرحلة المقبلة إن شاء الله تعالى سنشهد خلال الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بمشيئة الله حسب ما يزيد على 90% من هذه الأحياء لصالح الدولة العربية السورية وبداية عودة الأهالي إلى هذه الأحياء المحررة. سيدة سمر، يعني الأهالي يخرجون كما قلنا بالألاف من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، هناك استقبال لهم من قبل رجال الجيش العربي السوري. مدينة حلب تجهز أماكن إقامة هؤلاء، إلى أي حد هذه الصورة اليوم حقيقة تؤكد مرة أخرى زيف الادعاءات والفبركات الإعلامية التي كانوا تحدثوا عنها والتي كانوا قالوا بأنه من يوجد في الأحياء الشرقية هم حاضنة لهؤلاء الإرهابيين وأنهم هم من يرفض الخروج من هذه الأحياء؟ نعم، هذا المشهد يعيدني بالذاكرة لأهلنا وناسنا المقاومين في حرب تموز 2006. هذا المشهد يعيدني إلى هذا الشعب الطيب العظيم الذي ما أراد لحظة أن يترك الأرض برغم كل الصعوبات. وطبعا الحضن الدافئ والحاضنة الآمنة هي حماة الديار الجيش العربي السوري اللي ما وفر لا غالي ولا رخيص أمام تراب هذا البلد العظيم. ما نراه اليوم من احتضان للجيش يدل على مدى الثقة العمياء بالشعب من الشعب السوري بحماة دياره. ما يعني من 5 سنين من 5 سنوات لليوم حاول الإعلام المغرب أن يحاول أن يصور بأن هناك هو ما بين هذا الجيش العظيم حماة الديار والشعب السوري العظيم. نسيوا أنه هذا الجيش العظيم هو من أبناء هذا الشعب، يعني بطون البطن الولادة للشعب السوري هي من صنع هؤلاء من حماة الديار. فطبعا بكل أمن الدنيا وأمان الدنيا تتوجه الناس تخرج من تحت سيطرة هذا الوحش الكاسر الداعشي الوهابي لتلجأ إلى الأمن والأمان في حضن حماة الديار. وفي مكان آخر يا سترانيا نحن نرى مشهد رائع كمان يعيدني بالذاكرة إلى حرب 2006. بلحظة سريعة جدا ولحظة إعلان تحرير حلب القديمة وعودة عيون خضر وعودتها إلى حضن سوريا، نرى كيف بأن أهالي هذه الأحياء تعود بكثافة وبكثرة فظيعة، تعود فورا إلى بيوتها وإلى ديارها. لو كانت مدمرة لو على الرماد تعود لتكون مكانة لم تقبل بتغيير ديموغرافي. راهنوا لطالما راهنوا سترانيا على تقسيم سوريا، ولا يتم هذا التقسيم إلا بالتغيير الديموغرافي. يعني نحن منصير نصنف الناس هيدا من هالملة وهيدا من هالملة وهيدا من هالملة،
فمنوزعهم بمناطق معينة، وبالتالي يسهل علينا تقسيم سوريا. ولكن هؤلاء الأغبياء ما بيعرفوا أنه دين السوري وعقيدة السوري وإيمان السوري هو، يعني بتسأليه شو مذهبك بيقلك أنا سوري، بتقولي له أنت من وين بيقلك أنا من سوريا. خسئوا أنهم ينقلوا مقولة حاولوا يلعبوا فيها بلبنان وبعدهم عم يلعبوا فيها بلبنان، يفرزونا هيدا سني وهيدا شيعي وهيدا مسيحي وهيدا، هي بسوريا ما بتمشي. في سوريا في نفس عربي مقاوم، في انتماء للأرض، في روح المواطنة اللي زرعها القائد الخالد حافظ بشار الأسد. هيدي ما بتروح، هيدي عقيدة، هيدا فكر. الآخر ما عنده عقيدة يا ست رانيا، وما بيعرف شو يعني فكر. عنده البترودولار، وطنه بحقيبة مال بيحملها وبيمشي، ما بيعرف شو يعني انتماء، ولا بيعرف شو يعني التزام، وما بيعرف شو يعني كرامة. سوريا بشعبها كله عم تعطي درس للكرة الأرضية، لا والله لا أبالغ، عم تعطي درس للكرة الأرضية، لأنه ثلاث أرباع الكرة الأرضية هجمت على سوريا والحمد لله فاتوا بالحيطان. عم تعطيهم درس أنه الإيمان والالتزام بقضية إلا ما يوصل الحق لأصحابه. هيدا الحكي أقسم بالله نحن حكيناه من 5 سنين وبعدنا مصرين عليه وما بنتراجع عنه قيد أنملي. ما نراه اليوم لنبشر وبشر الصابرين. نعم. وحقيقة أهل حلب كمان صبروا سيدة سمر كما كل السوريين، واليوم يعني بوادر الانتصار ويعني لاحت في الأفق، وكما قلنا كيلومترات قليلة بإذن الله ويعلن الجيش العربي السوري حلب، مدينة حلب بالكامل طبعا مطهرة من رجس المجموعات الإرهابية المسلحة. بدي أشكرك جزيل الشكر السيدة سمر الحاج الناشطة والإعلامية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا طبعا الإخبارية السورية مستمرة بمواكبة خروج المدنيين من الأحياء الشرقية، ننتقل معكم بالصورة لنتابع هذه المواكبة. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. نتابع الإخبارية السورية، نحن متواجدين عند معبر البلورة، هذا المعبر الذي نتابع من خلاله خروج آلاف المدنيين، ونتابع الصورة باقتزاز المدنيين القادمين من الأحياء الشرقية، منطقة الصالحين، منطقة الفردوس، منطقة الشيخ سعيد، وعدد من المناطق التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة. اليوم تتوافد من تلك المناطق عدد كبير من المدنيين، نحن نتحدث عن آلاف المدنيين وعن كافة الوسائل المهيئة، وسائل النقل لتأمين المدنيين وإيصالهم إلى السكن البديل. نحن نتحدث عن عشرات الآلاف من المدنيين، هم تعرضوا لحالات من القنص وحالات من القذائف المتفجرة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة عبر قدومهم إلى هذا المعبر. أيضا إذا ما انتقل زميل أيمن إلى الشمال ورصد واقع المعبر من الجهة الأخرى، نتابع بأن هنالك عادات كبيرة
صراحة من المدنيين هم أتوا إلى الأحياء الآمنة، تحدثوا بأنهم تعرضوا إلى كافة نقاط الإزلال من قبل مجموعة الإرهابية المسلحة الذين حرموهم من الأكل وحرموهم من الشرب والمواد الغذائية وغيرها من المواد التي تخص هذا المواطن الذي يخرج. نحن نتحدث عن خروج لآلاف المدنيين صراحة من الأحياء الشرقية، والحكومة السورية هي مستعدة لاستقبالهم والاستيعاب هذه الأعداد، وأيضا محافظة حلب وتأمين لهم السكن البديل ومواد الغذائية وتأمين كل المستلزمات ريثما اتخذ القرار بعودتهم إلى المناطق التي سيطهرها الجيش العربي السوري إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة. نحن نتحدث عن منطقة الفردوس، منطقة المغير، منطقة الشيخ سعيد، منطقة الصالحين امتدادا إلى غبار الصالحين، هذه المناطق كلها ومنطقة بستان القصر، كل هذه المناطق يعمل عليها الجيش العربي السوري للسيطرة عليها إن شاء الله خلال الأيام القادمة ولعودة الأهالي إليها. إذا نتابع الفرحة والابتسامة على كل وجه من وجوه الأهالي والمدنيين الذين يخرجون من الأحياء الشرقية باتجاه هذه المناطق. يا ابو صخر انا بتابعكم يا باشا. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. ذبحونا. اوف. انا 4 سنين محاصر مشان اولادي. مسكوني مرتين مشان ابني عشان بده يجي لخدمة العلم، فمشلون يمسكوه يحطوني يوطوني ويطلعوني. اخوي مرتين عدموه الا شوي. الحمد لله على السلامة. مرتين عدموه، هلا اخر مرة كان معنا ردوا كمشوه. دخلوه قتلوه لما ذبحوه فمشل علي ورد انهزم بين ايده ونواجه كهوك ومكسر. يا الحمد لله على سلامته. نحن بنحمد الله على سلامته. مرتين كان ذبحوني. كيف من شان ابني. وين من اي منطقه جاي؟ من الصالحين. وكيف كان استقبال الجيش لكم؟ استقبال الجيش لكم كيف؟ ايش بدنا لك اهلنا لك اهلنا، نحن كنا عم نستناهم يجونا لهنيك. انا امبارح تحت الضرب تميت لاني كمشون ما يتخلونا نطلع واستنينا ليجوا والضرب فوق مني. يضربوا عليكم؟ فوق مني والله. يضربوا عليكم؟ والله فوق مني. اقسم بالله فوق مننا. وهي اهل الصالحين كلها بتشهد ما خلوا فينا لا عظمه ولا رياحه ولا صحه ولا حياه ابدا. الحمد لله على السلامه. الله يحميكم والله يوفقكم. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا جماعة. الحمد لله على السلامة. يا رب الله يسلمكم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. لحظة. الحمد لله على السلامة. منين جايين؟ فردوس والله. الحمد لله على السلامة. خير شو؟ والله قذيفة من الإرهابيين. إمتى؟ هلا 4 شهور. ضربوه عليهم. اي والله هيك صار فيها. اي والله الحمد لله على سلامته. والله هيك يا رب الله يسلمك يمده بالصحه والعافيه. كيف كانت عايشتكم هنيك؟ اوضاع سيئه والله سيئه ميكن سيئه لله الامر. الحمد لله الله ما دخلنا الجيش دخلنا الامان الحمد لله رب العالمين. مرحبا. طيب هدول اللي عملوا فيك هيك ايش بتقول لهم؟ الله يسامحك شكيت ولا الله؟ والله كيفك؟ الحمد لله هلا صرت بخير. الحمد لله. وعم تدرس؟ لا والله ما عم بدرس. يلا هلا رح ندرس ونعمر ما هيك ان شاء الله.
ان شاء الله يا رب نكون هيك رجال هالبلد ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وهيك يا رب ان شاء الله بكره الحكومه بترتب لك الطرف وتكون مثلنا مثلك وهيك ترجع لحياتك الطبيعيه ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. من الفردوس. اي والله الحمد لله على السلامه. الحمد لله. الله ينصر الجيش العربي السوري. الله حيه. الله يخلينا بشار الاسد. الله حيه. ورجال بشار الاسد. شلون مبسوطه؟ والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يا قبلك. نحن الحمد لله رب العالمين. على راسك. الله يحميك يا رب. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. كيف كانوا يتعاملوا معكم هذوليك؟ مشتاق إلى الله. أبدا. مشتاق إلى الله وبس. والله كيف شعوركم؟ الحمد لله رب العالمين. فرحانين أحسن من هيك. شو عمو شو؟ فرحانين كتير من طلعنا، كانوا يشوفونا قدامنا. بوس عمك يا بوسو. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. الله يحميكم يا الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله على السلامة. شو عمو؟ زلونا زلية لا أول ولا أخيرة، والله العظيم. يعني جوع عم ننام جوعاني بابا ايش بدهم للسائب يطلعوا عشان ما يصير دمار يصير دم شو هيك بطلع. احد المواقف صار قدامك هنيك منهم هيك انت ما حبيتهم جابوا جستين زتوا بدويرة صالحي ابدا والله طلعت هيك يا لطيف شو زعمت ما في مبنى عادي ناخذ الضربات اللي عم تجي لك انا بشتغل هاني الو شباب لك الله يحيي الجيش ويخلينا بشار الأسد أنا ابني مع الضابط إيش اسمه هذا بالجيش صار له 7 سنين الله يحميه والحمد لله على سلامته الله يسلمكم الله يحميه الحمد لله عم شوف ما شاء الله اعداد كبيره كيف هيك قدرتوا تفكوا من المسلحين والله طلعنا وقتي الصبح الساعه 3 الصبح 3 بالليل بنص الليل طلعنا والله ويعني نمشي يصير ضرب رصاص علينا شلون ما نعرف نمشي والله ما سألنا يعني قذائف حتى علينا ما سألنا لا شك عم يعملوا عم يضربوا ومشان مين عم بيرمي القذائف الارهابيين مشان يحتموا المدنيين هلا من الجمعه من اسبوع طلعنا من معبر بستان القصر صار يضربوا على معبر بستان القصر قذائف هون تشوف يعني رجعنا اضطرينا نرجع اضطرينا نرجع من بستان القصر لايش اسمه للفردوس بيت الفردوس رموا على الطفل لك حتى الطفل ما بيخلى من ايده الحمد لله على سلامتك عمو الله يسلمك ايش بتقول لهدول اللي ضربوا بقول لنا انه انت تقاتلوا ليش يعني نعني الاولاد ايش ذنبهم اي والله ايش ذنبكم انتم ايش ذنب الشعب انه وما نشبه لحد لا في لا اكل ولا شرب ولا شيء طاول وهلا رح يجيك الاكل والشرب وكل شيء كمان الحمد لله على سلامتك اهلين بالامور وعليك الف عافيه حتى شباب اللي عم يكمشون بيطلعوا عمال بكسرون هوياتهم مثلا اذا واحد مين؟ الارهاب عم بكمش الهويات طقوها كسروها دفاتر العلم هلا كذب شوشقوها مشان ايش؟ مشان العلم ما يطلعوا عم بكمش الهويه بكسروها مشان ايش؟ يعني وخلوها عندهم مشان واحد ما يحسن يطلع الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. إذن متابعي الإخبارية السورية نحن مستمرين عبر رصد حركة خروج آلاف المدنيين من الأحياء الشرقية ذكرت لكم من عدد من المناطق الأحياء الشرقية ونتابع أيضا حركة عبور المدنيين وتأمينهم من قبل أبطال الجيش العربي السوري المتواجدين على طول هذا المحور محور البلورة من الأحياء الشرقية باتجاه الأحياء الآمنة وهنا نتحدث عن خروج آلاف المدنيين
متابعي الإخبارية السورية، عدسة الإخبارية السورية ترصد لكم واقع عبور آلاف المدنيين من الأحياء الشرقية باتجاه الأحياء الغربية، النقاط التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية، والحكومة هي مستعدة لاستيعاب هذا العدد وتأمينهم. ونحن نتحدث عن خروج آلاف المدنيين الذين يتحدثون عن ما تعرضوا له من إساءة من قبل الإرهابيين، وهم الآن متواجدين في الأحياء الأمنة ويحتفلون بالنصر مع أبطال الجيش العربي السوري. وليد هناي، الإخبارية السورية من مدينة الانتصار، مدينة حلب، على أنه عبر التغطيات الخاصة من مدينة حلب. ومن هذه الصورة التي وكبت ولا زالت توكب خروج آلاف المدنيين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، نذهب إلى حلب القديمة التي استعاد الجيش السيطرة عليها، وأنس رمضان يطلعنا على الأضرار بهذه المدينة. إليك أنس. نعم، تحية لكم زملائي في استديوهات الإخبارية السورية. ما زلنا متواجدين داخل المدينة القديمة التي تستمر بها وحدات الهندسة بعمليات التنشيط الواسعة، سواء من ناحية نزع الألغام وتفكيك المفخخات، إضافة أيضا إلى مراقبة الأنفاق المحفورة سابقا في المدينة القديمة، إضافة إلى التي حفرتها المجموعات الإرهابية المسلحة. من خلال مشاهداتنا هنا في المدينة القديمة وجدنا يعني الحجم من الدمار، من تخريب الآثار، الكنائس، الجوامع، كل شبر هنا في المدينة القديمة يمكن القول بأن الخراب طاله، بأن الدمار طاله أيضا. إذن وحدات الهندسة إلى الآن كما ذكرت لكم تعمل على تفكيك كل العبوات الناسفة والمفخخات وتنزع الألغام هنا في المدينة القديمة التي سيطرت عليها قوات الجيش العربي السوري. عندما نتحدث عن هذا العمل نتحدث ربما عن أيام ربما تطول، لا سيما بأن المدينة القديمة تضم عشرات الأحياء الموجودة فيها. وكما ننظر هنا نحن الآن متواجدين في ساحة التنانير، بالتأكيد ساحة التنانير، ومنذ قليل كنا في ساحة الحطب، وتجولنا أيضا في أكثر من منطقة هنا في المدينة القديمة كما نشاهد هذه الأبنية الأثرية والتاريخية التي طالها الدمار والخراب. هنا يعني هذه البيوت الأثرية كانت مقرات للمجموعات الإرهابية المسلحة، جيش المجاهدين، جبهة النصرة، لواء نور الدين الزنكي، كل تلك المسميات التي اتخذتها المجموعات الإرهابية المسلحة. إذا ما انتقلنا إلى الطرف الآخر يمكن يعني إلى هنا تحديدا. نعم، هنا أيضا بعض الأبنية السكنية. بطبيعة الحال سننتقل إلى الباحث والمؤرخ الأستاذ علاء السيد للحديث أكثر، إذا ممكن للحديث أكثر أيضا عن يعني شاهدت كما شاهدنا اليوم هذا خراب وهذا دمار كبير وخراب كبير. يمكن الحديث اليوم عن نسبة معينة للخراب والدمار الذي طال المدينة القديمة؟ اللسان بيعجز وممكن تعبر عن الشيء اللي بيشعر فيه اي انسان حلبي لما بيدخل للمناطق هاي. الدمار هائل للاسف شديد. انا كنت متوقع انه ممكن يعني يكون الوضع افضل، الوضع سيء. الشيء اللي بيعزي النفس انه منطقه الجديد اللي نحن فيها هي تعمرت بعد ما تيمور لانك دخل سوريا عام 1400، دخل لحلب ودمرها وطلعت منطقه جديده سموها الجديده، على هالاساس انبنت هالمنطقه ورجعت عمرت. نتمنى بانه حاليا ترجع مثل ما الجديده القديمه بال1400 يعني من حوالي 600 سنه تعمرت، ترجع هالمنطقه هي ترجع تتعمر. برايك يعني انا لاول مره اعجز عن التعبير، برايك هل يمكن ان تعود؟ هلا بهمه الحلبيين اكيد بترجع، يعني بترمم ترجع بترمم ورجعوا اهلها بيعمروها. انا بضل متفائل بهالشيء هذا، رغم انه اي انسان راح يدخل لهون لاول مره راح ما يكون عنده قدره على الحكي، حتى ما بيقدر يعبر مثل ما حكيت حضرتك. بالتاكيد شكرا لك لانضمامك لنا المؤرخ والباحث ايضا علاء السيد. يعني عشرات التفجيرات طالت المدينة القديمة، طالت محيط قلعة حلب، مبنى الشرطة، مبنى الصناعة، يعني كما رأينا منذ قليل يعني الساحات المشهورة هنا في مدينة حلب التي تربطها مع أبناء مدينة حلب.
كل الذكريات، كل الأيام الجميلة والتاريخية دمرت. شاهدنا أن هذه الساحات تحولت إلى حفر، وهذا ما أرادته المجموعات الإرهابية المسلحة نحذا جديد كثيرا بطبيعة الحال على هذا الخراب والدمار الذي خلفته المجموعات الإرهابية المسلحة. لكن ما يعزينا بطبيعة الحال هذه الانتصارات التي تحققها قوات الجيش العربي السوري في كل شبر من أرض مدينة حلب ومحافظة حلب والأرض السورية بشكل عام. بالعموم سنبقى نحن هنا نرصد لكم بجولة مصورة سنعرضها على الإخبارية السورية عن أحياء المدينة القديمة، عن عشرات الأحياء التي كما ذكرت لكم بدأت وحدات الهندسة فعليا بإزالة الألغام وتفكيك كل المفخخات، إضافة إلى مراقبة كل الأنفاق التي تم حفرها. إلى كل أبناء مدينة حلب قبل أن أعود إليكم إلى استوديوهات الإخبارية السورية، اليوم معالم مدينة حلب القديمة تغيرت وإن شاء الله تعود من خلال عمليات الترميم. أعود إليكم إلى استوديوهات الإخبارية السورية على أن نعود أيضا في رسائل مباشرة من هنا من حلب. شكرا جزيلا لك أنس رمضان، كنت معنا من حلب القديمة، شكرا جزيلا لك. أعود لك ضيفي من الأردن عبر الهاتف الأستاذ هشام هبشام. دي تعليق أول شيء من حضرتك أستاذ هشام على هذه الصورة التي كنا ننقلها ومواكبة الإخبارية السورية لخروج الآلاف من المدنيين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب. أختي رنا، هكذا عودتنا الدولة السورية أن تكون هي الحضن الدافئ حتى لمن خانوا العهد، حتى لمن خانوا العهد دائما الدولة هي أكبر من الجميع وتصفح عن الجميع. اليوم نلاحظ هذه المشهدية الكبرى، خروج آلاف من المدنيين من الأحياء الشرقية، وبعضهم أعتقد وبعضهم كان شريكا إلى حد ما بهذه المأساة التي تعرضت لها حلب، ولكن حضن الدولة أكبر من الجميع، وما نراه من مشهدية يدلل أن الدولة العربية السورية ما زالت أكبر من هذه الترهات وهذه المجاميع الإرهابية، وإن شاء الله للنصر سيرى الدولة العربية إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. نعم أستاذ هشام، بدي أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف من الأردن الكاتب الإعلامي، شكرا جزيلا لك. معنا أيضا عبر الهاتف من الحسكة الأستاذة جازية طعمية عضو اتحاد الكتاب العرب، لا أدري إذا كانت جاهزة. أستاذة جازية معنا؟ نعم معك عزيزتي، معك على الخط. أهلا ومرحبا بك أستاذة جازية. اليوم ماذا يمكن أن تقولي حضرتك عن هذا الإنجاز العظيم، يعني بضع كيلومترات وتعود حلب مدينة حلب بالكامل تحت سيطرة الجيش العربي السوري بعد المعاناة الكبيرة، بعد الاستنزاف الكبير لأهالي مدينة حلب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، بعد القذائف، بعد الحقد والكراهية التي زرعوها أو حاولوا زرعها بهذه المدينة والتي تجلت واضحة في ممارساتهم داخل حلب القديمة، وهذه الصورة التي نقلها مراسلنا أستاذة جازية اليوم، كل هذا بإذن الله يتبدد وسيتغير بعد هذا الانتصار الكبير للجيش العربي السوري. أولا عزيزتي، حلب منتصرة منذ بداية المعركة، ولكن الجيش العربي السوري هذا الجيش العقائدي البطل، هذا الجيش الذي ينضح بالإنسانية، كان يؤخر بالانتصار وبالدخول حلب حفاظا على الكثير من المدنيين، على حياة المدنيين، لأن الجيش العربي السوري هو الذي يمثل سيادة الدولة. ليمونة شو رسالة نعم سيدة جازية تفضلي. ونحن واثقون من النصر، وحلب عائدة بإذن الله، ولكن أنا الآن أقول لهؤلاء العربان غلمان الخليج الذين ظهرت بصماتهم مع المجموعات الإرهابية المسلحة والذين أرادوا أن يسقطوا حلب الدولة، أريد أن أقول لأردوغان الذي كان يريد أن يحتضن حلب لنفسه لسلطنته الجائرة، ها هي حلب بأهلها بشبانها بنسائها، حلب قاومت منذ بداية الأزمة ورفضت الإرهاب جملة وتفصيلا، والجيش العربي السوري هو الذي كان الحاضن الأول للمدنيين، هو الذي كان يرأى في حقوق المدنيين. أين منظماته الإنسانية الكاذبة، هذه المنظمات الإنسانية التي يدعون أنها إنسانية ولكن هي ضد المدنيين وضد أخوتنا في حلب وضد أهلنا في حلب؟ ها هي حلب تعود، وهي عائدة بإذن الله منذ زمن بعيد، لأن حلب هي العاصمة الثانية،
حلب طريق الحرير، حلب العاصمة الصناعية، العاصمة المقاومة، عاصمة البطولة والشرفاء. نحن الآن نحيي أهلنا في حلب ونطمئنهم بأن الجيش العربي السوري هو الخلاص الأول والوحيد لأبنائنا الشرفاء الذين قارعوا الإرهاب منذ بداية الأزمة، فخسئوا واندثروا أمام أبواط هؤلاء العمالقة. الجيش العربي السوري الذي كان ولا يزال الوطن والشرف والإخلاص لكل سوري حر في هذا الوطن. هنيئا لحلب وهنيئا لانتصاراتنا، وها هو الجيش العربي السوري يعلم العالم بالأجمع بأنه هو القادر، هو المقاوم، هو المحتضن للشعب العربي السوري الذي لم يكن في يوم من الأيام حاضن إرهاب أو يحضنهم. نعم، وسيدة جازية، يعني هذا الانتصار اليوم في أم المعارك حلب كيف سينعكس من وجهة نظرك على الدول التي رعت هذه التنظيمات الإرهابية والتي عولت كثيرا والتي كان يعني لها مآربها بمدينة حلب على وجه التحت؟ عزيزتي، الدول التي كانت تراهن حلب مع الأسف هي دول لا تمتلك الهوية العربية، وهي أتباع للدول المستعمرة. لذلك نحن لا نقول لهم نحن انتصرنا، إنما نقول نحن منتصرون ولن نسمح لكم. هما خسئوا، هما وقعت جميع خططهم، وهذا الشرق الأوسط الجديد الذي كان بظنهم سيبدأ من حلب، بتقسيم حلب، بتجزئة حلب، بتهريئة حلب، بانتهاء مدينة حلب، لأنه حلب هي طبعا كل شريف في سوريا يرى في حلب هي العاصمة الثانية وهي الأم الثانية، لأنها رعت الصناع ورعت الفلاحين ورعت الطلبة ورعت العلم ورعت الإسلام الحقيقي. الآن هم سقطت أقنعتهم وسقط كذبهم أمام العالم إنهم ينادون بالمدنيين، لا، إنهم ضد المدنيين، إنهم ضد العذل، إنهم ضد الناس، ضد كل إنسان شريف في حلب، وأرادوا من كل هذه الشبكات المستعمرة التي كانوا يحكوا بها وازدواجيتهم في النظر إلى حلب سقطت كل. نعم، ابقي معي الأستاذة جازية، ابقي معي لو سمحتي. ننتقل مباشرة إلى حلب ومفدى الإخبارية السورية إلى هناك. ليمونة صالح من منطقة العزيزية، نطلع معها على آخر التطورات والإنجازات. إليك ليمونة. ليمونة، تسمعيني؟ يبدو هناك مشكلة بالتواصل مع ليمونة. أعود لحضرتك أستاذة جازية. نعم. يعني تابعتي معنا هذه الصور لآلاف المدنيين الذين يخرجون من الأحياء الشرقية لمدينة. نعم. حلب. نعم. أستاذة جازية، وهؤلاء كان طبعا حسب رواياتهم وما يقولون بأنهم كانوا محاصرين من قبل هذه المجموعات الإرهابية. نعم. المسلحة، لأنه كان هناك ترويج أو محاولات للترويج بأنهم حواضن شعبية لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة. اتضاح الصورة اليوم من قبل أو على لسان هؤلاء المدنيين أيضا، إلى أي حد يؤكد زيف وكذب ادعاءات كل من وقف وراء هذه المجموعات المسلحة؟ اولا انا من هذا المنبر احيي الاعلام العربي السوري، هذا الاعلام الوطني الحقيقي الذي ينقل الصوره بكل صدق وبكل مصداقيه. نرى الاطفال تنادي بالجيش العربي السوري، نرى النساء كبيرات في السن ينادن اين الجيش العربي السوري. هم حسوا ليس الخلاص الا عن طريق الجيش، لانهم مارسوا عليهم التعذيب ومارسوا. نعم. عليهم الحصار. اكمل معك استاذه جازية، ابقي معي لو سمحتي. اعود الى مفدى الاخباريه السوريه ليمونة صالح في العزيزية من حلب. آخر التطورات من عندك ليمونة، تفضل. ليمونة، يبدو أيضا هناك مشكلة. ليمونة تسمعيني؟ يبدو هناك مشكلة بالتواصل مع ليمونة. بعتذر من حضرتك أستاذة جازية، كنا نتحدث عن الحواضن الشعبية وزيف ادعاءات الغرب والولايات المتحدة. نعم. ودول الإقليم التي كانت تقول. نعم. بأنه من موجود بالأحياء الشرقية هم حواضن هؤلاء. نعم. المسلحين. هم أرادوا أن يتاجروا بالقضية الإنسانية لحلب، ولكن عندما كشفت الحقيقة ورأينا كيف المدنيين ينادوا أين الجيش العربي السوري سقطت جميع الأقنعة، وهم مارسوا كل أنواع التعذيب مثل ما قلت لك، قطعوا الكهرباء وقطعوا المياه وقطعوا كل أواصر الحياة، وهم الذين كانوا يسرقوا أيضا أي مؤونة إنسانية تأتي من الحكومة السورية إليهم، كانوا يقطعوا الطرقات ويضربوا المدنيين بالسلاح.
لذلك بعد أن تكشفت الصورة وكيف كان هذا الإعلام الوطني الحر المقاوم البطل كيف كشف الحقيقة من خلال نساء حلب في الأزقة وفي الأحياء وفي القرى البعيدة، لأنهم مارسوا كل الأنواع الجائرة من التعذيب والتعسف بحق الإنسانية. الآن أين الأمن؟ أين الأمم المتحدة؟ أين المنظمات الإنسانية الحقيقية من هذه الممارسات؟ يجب أن يضعوا حدا لهذا التشويش، وأرادوا أن يستأصلوا كل شريف وطني حر في حلب. الآن كل العالم يجمع أنه ليس خلاص إلى الجيش العربي السوري، لأنه الحاضنة الحقيقية للمدنيين وهو الذي أراد. وكنا نسمع أستاذ إجازي من يخرج أو هؤلاء المدنيين وهم خارجون يهتفون للجيش العربي. نعم نعم السوري. نعم نعم نعم، لأنه الجيش العربي السوري الذي خلصهم من هذا الظلم الجائر، من هذا التعسف، من هذا البطش. إن الإرهاب الذي مورس في حلب لم يكن إرهابا على مستوى العالم، لقد جمعوا كل قوى الشر من الخليج، من تركيا، من الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الإدارة الحقيرة، وآسف على هذا المصطلح، كله أرادوا أن يجوروا في حلب. لماذا؟ لشعب في حلب لم يكن حاضر إرهاب، وأرادوا أن ينتقم من هذا الشعب الذي يقف خلف الجيش العربي السوري. الآن تكشفت الصورة، حلب منتصرة بإذن الله، وهذا الجيش العربي السوري البطل الذي يحمل كل معاني الإنسانية الزانية هو الذي كان يخاف على المدنيين، وإذا كانت حلب لا تقف أمام أبواط الجيش العربي السوري إلا 5 أيام أو أكثر، لأنه خوفا وحرصا على سلامة المدنيين وعلى خروجهم بأمن وسلام تأخرت هكذا المعركة. ولكن منذ بداية الأمر هناك كثير خطوط عريضة تدل أن حلب منتصرة والشعب في حلب لم يكن حاضنة. وأنا أقول لك إن مراستك الليمونة سينضح الليمون في حلب، وسيعود الإخضرار في حلب، وستزهر السنابل في حلب مثل ما كانت ولا زالت حلب المقاومة، حلب البطلة، حلب التفت حول قيادة الجيش العربي السوري وقيادة الحكيمة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، هذا الذي كان حريص على حلب أكثر مما كان حريصا على أولاده. نعم، واليوم لا زالت المساعي حقيقة حثيثة أستاذة جازية من قبل الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، محاولات الوصول إلى تهدئة للحصول على ما يسموها هدنة إنسانية. من وجهة نظرك هذا الإصرار الغربي اليوم والأمريكي كيف يمكن أن نقرأ؟ عزيزتي هم يريدوا الهدنة حتى يجمع المسلحون قواهم ليعودوا من جديد. أنا أقول لهم لا حاجة للهدنة، ولا حاجة أن تضعوا أيديكم وتثقلوا أيديكم بهؤلاء المسلحين. إن المسلح الذي يحمل السلاح على الشعب وعلى النساء وعلى الأطفال سيكون قتله، وسيكون مثل ما يقال قطع رأسه على يد الجيش العربي السوري. هناك جيش في الميدان يرفض البطش ويرفض الاستعباد ويرفض الظلم ويرفض إهانة المدنيين. إن الشعب في حلب لا يقبلهم، وكفى بكذبهم هدنات، وكفى بكذبهم منظمات إنسانية، وكفى يتباكوا. لقد كشف المستور في حلب، وبان المستور في حلب، ورأينا كيف كانوا يمارسوا أنواع التعذيب على أهلنا في حلب. لا نقبل بأي شيء، ولا يكون الحسم إلا على أقدام الجيش العربي السوري. ونحن نراهنهم أبدا منذ هذه اللحظة ونقول لهم لا يمكن أن يكون هناك حسم إلا حسم بيد الجيش العربي السوري وبيد الحلفاء الأشقاء الذين يناصرون قضية الشعب العربي السوري الذي اجتمعت عليه كل قوى الشر وأرادت أن تدمر هذا الشعب وتدمر البنى التحتية وتدمر. ولكن مهما دمروا البناء في حلب ودمروا المشافي في حلب ودمروا الجامعات في حلب وأرادوا أن ينشروا الظلمة، لا، إن الإنسان الحي في حلب يحمل كل هذه الطاقات. وكان مراسلنا منذ قليل أستاذة جازية يعني نقل لنا الصورة حقيقة مؤثرة من حلب القديمة. نعم. وحجم الدمار والتخريب. نعم. الذي طال هذه الأحياء. نعم. على يد هؤلاء. نعم. الإرهابيين. نعم. عزيزتي الحجر يتعوض. الحجر يتعوض، ويبني الحجر هو الإنسان السوري بيديه الطاهرتين، بيديه التي تعلمت على العمل بالأرض والعمل بالمصنع، ولم تعطي يد العون للغرب، ولم يلتمس يوما إلى الغرب
ولا لكذب الغرب ولا لمعونات الغرب. نحن نبني حلب بأيدينا. لقد دمروا الحجر لكنهم لا يدمروا الإنسان في حلب، لأن الإنسان في حلب هو مقاوم وهو شريف وهو يأكل من عرق جبينه. وطالما يعني عرف أن عاصمة الشرق ودرة الشرق وعظيمة الشرق هي حلب التي هي مركز إشعاع ثقافي واقتصادي وعلماني إلى كافة العالم ومصدر إشعاع إسلامي حقيقي، فكفى يستعمل الإسلام دينا وكذبا ومعطية ليغزو من خلال هذا الإسلام على نواياهم الدنيئة التي ذرفوا الدموع من أجل. نعم ابقي معي أستاذة جازية لو سمحتي، ننتقل أيضا مرة أخرى إلى مراسل أو مفدة الإخبارية السورية في حلب في منطقة العزيزية تحديدا ليمونة صالح. ليمونة آخر التطورات لديك تفضلي. نعم رنا، يعني بعد خروج المواطنين والأهالي من منطقة العزيزية تابعنا الأعمال المستجدة، ولكن الآن استجد شيء على الميدان كما تلاحظون في عمق كاميرا الإخبارية السورية. الآن تدور معارك في عمق الشيخ سعيد بالقرب من الكلاسة، أي بالأحياء الشرقية من أي بالجزء الشرقي من الأحياء الشرقية من مدينة حلب. عمليا هذه المناطق التي هي تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية الكلاسة والفردوس وصولا إلى أطراف الصالحين بالعمق بعمق كاميرا الإخبارية السورية تبدو للناظر بأنها هي قريبة من قلعة حلب، ولكن تفصلها أكثر من 1000 متر عن قلعة حلب. الآن بعد حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بعد الواحدة بدأت من جديد الأعمال القتالية ما بين رجال الجيش العربي السوري والتنظيمات الإرهابية كما تشاهدون في عدسة كاميرا الإخبارية السورية. المعارك القتالية تدور من كل حب وصب في ما يخص الشيخ السعيد. لو سمحت سيف على يمينك هناك في العمق تلاحظون الضربات التي توجه إلى التنظيمات الإرهابية من قبل رجال الجيش العربي السوري. إذن هذه النقطة تحديدا قبل أن أتمم كلامي أرجو من الزملاء من التواصل معي من جديد كي يتثنى لي أن أسمع صوتك من جديد رنا. إذن أتابع مشاهدي الإخبارية السورية في العمق الذي نرى مكان الدخان والسحاب الذي موجود في عمق الكاميرا هنا أطراف الشيخ سعيد الملاصقة للفردوس وحي الكلاسة. هذا الجزء الذي هو 15% الذي هو مع المجموعات الإرهابية المسلحة يتم الآن كعملية تطهير، عملية دقيقة للجيش العربي السوري بعد خروج المدنيين. كان خروج المدنيين من تلك المنطقة. إذن تلاحظون الآن على الهواء مباشرة العمليات القتالية التي تتم في هذه المنطقة. الجيش العربي السوري هو مصمم على أخذ هذه المنطقة بالكامل. هناك من يعني سوى وضعه هناك من الأهالي من خرجوا بعد أن هربت التنظيمات الإرهابية من أطراف الشيخ سعيد وسمحوا بالنهاية إرادة لدى الشعب الحلبي. خرج الأهالي بعد أن سقط عدد كبير من المجموعات الإرهابية المسلحة تحت نيران الجيش العربي السوري، والآن تدور معارك طاحنة في عمق الشيخ سعيد مع الأجزاء المتبقية من الشيخ سعيد وصولا إلى الفردوس وأطراف الصالحين. هذه المنطقة التي نتحدث عليها مشاهدينا عندما تحدثنا عن الأحياء الشرقية لمدينة حلب. هناك كان أطباق بعد أن أخذ الجيش العربي السوري المناطق الغربية من الأحياء الشرقية. ذكرنا بالأمس أن هناك عملية أيضا للجيش العربي السوري يحاول من اتجاه القريب من الريف الحلبي أي من منطقة الشيخ سعيد أطباق الطوق وصولا إلى القلعة. يعني كانت هناك أخذ للقاطرجي والأحياء الكروم
التي رصدنا أيضا الشعار التي رصدنا لكم كيف تم السيطرة عليها وأيضا كيف طهرت من قبل رجال الجيش العربي السوري الطوق من القاطرجي إلى حلب قد أكمل منذ يومين، ولكن الآن الطوق من الشيخ سعيد وصولا إلى الفردوس والصالحين تكون المنطقة الجنوبية فيما يخص الأحياء الشرقية هي متممة وكاملة ليصبح محيط قلعة حلب بالكامل هو تحت سيطرة الجيش العربي السوري. إذن نحن ننتظر الأخبار التي تردنا تباعا، نشاهد بكاميرا الإخبارية السورية الأعمال القتالية التي هي دائرة ما بين الجيش العربي السوري والتنظيمات الإرهابية في العمق. نرى قلعة حلب الصامدة كشموخ أهلها أهل حلب وشموخ رجال الجيش العربي السوري. إذن يوجد مسافة ما بين قلعة حلب ومنطقة الشيخ سعيد في الأجزاء المنتهية من الشيخ سعيد، هناك أعمال قتالية تدور وضربات أيضا. يوجد في العمق هذا البناء العالي هو القصر البلدي، نحن نظنه أنه قريبا جدا، ولكن القصر البلدي يعني هناك عمال به متواجدون، وأيضا هي يعني متمثلة بمحافظة حلب، ولكن بعمق الشاشة يبدو للناظر بأن القصر البلدي الذي هو عبارة عن بناء عالي جدا يظنه المشاهد أنه قريب من الشيخ سعيد والأعمال القتالية، ولكن هو يوجد مسافة في هذا العمق ما بين القصر البلدي والعمل القتالية، أي ما بين الشيخ سعيد وبين العمق الحلبي فيما يخص مدينة حلب. إذن أعود وأذكر أن هذه الأعمال القتالية التي نرصدها مباشرة على هواء الإخبارية السورية تدور في عمق الشيخ سعيد وصولا إلى حي الكلاسة. يجب على الجيش العربي السوري ربما القرار اتخذ أن يكون بعد الشيخ سعيد منطقة الكلاسة، بهذا يكون أكمل الطوق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية فيما يخص الأحياء الشرقية لمدينة حلب. إذن نحن ننتظر كل جديد من رجال الجيش العربي السوري فيما يخص هذه التغطية الميدانية على هواء الإخبارية السورية. أعتذر من كل مشاهدينا، وأيضا رنا أنا لا أسمعكم، ولكن في حال ورود أي جديد نحن معكم على الهواء مباشرة نتحول من مكان إلى مكان لنأخذ الصورة التي يتسنى لنا أخذها من خلال الأعمال الميدانية. إذن نعود ونشاهد بعدسة الإخبارية السورية هذا العمق والأعمال القتالية التي تدور حاليا في الطرف الغربي من الشيخ سعيد الملاصق للفردوس وحي الكلاسة. شكرا جزيلا ليمونة صالح مفادة الإخبارية السورية، كنت معنا من منطقة العزيزية في حلب، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. ينضم لنا عبر الهاتف الآن من حلب ماهر الموقع عضو مجلس الشعب، أهلا ومرحبا بك سيد ماهر. أهلا بك وبمشاهدي ومستمعي الإخبارية السورية. مبروك الانتصار لكم أهالي حلب ولنا جميعا كسوريين أستاذ ماهر. لا شك أن هذه المباركة إن شاء الله لا تكتمل إلا بانتصارنا على الإرهاب على الوطن وتحرير سوريا من كل هؤلاء الإرهابيين الذين جاءوا لتنفيذ أجندات خارجية فشلوا فيها في حلب، وحلب ستكون نقطة الانطلاق نحو الانتصار النهائي. مبروك للوطن، مبروك لأبطال الوطن جيش الوطن والقوى الحليفة، مبروك لسيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، ولولا الشهداء دماء الشهداء وتضحيات الشهداء لما وصلنا إلى هذا اليوم الذي نحتفل به بانتصار حلب الشهداء حلب الشهباء على هذا الإرهاب. اليوم ليس كما اليوم، حلب تفتح تاريخا جديدا في صفر المنطقة. انتصار حلب سيغير المعادلات التي بنيت عليها المشاريع الإمبراطورية والعثمانية التي أرادت أن تنطلق باتجاه تهديم المنطقة والاعتداء على حقوق الإنسانية جمعاء. انتصار الجيش العربي السوري الآن في حلب وعودة حلب وأحياء حلب. نعم سيد ماهر،
يبدو هناك مشكلة بالصوت. أستاذة جازية، يعني اليوم هناك دعوات على لسان ستيفان دي مستورا يتحدث فيها إلى ضرورة أو أنه يجب العودة إلى المفاوضات وإلى الحوار. طبعا الدولة السورية لطالما قالت بأنها مستعدة وجاهزة دائما لاستئناف المفاوضات بشرط أن تكون سورية سورية وبدون تدخل خارجي. العودة اليوم، عودة هذا الصوت والحديث عن استئناف المفاوضات، منفصل من وجهة نظرك عن هذه الانتصارات التي تتحقق، أم أنه هي مراوغة سياسية جديدة يسعون إليها كلما كان هناك انتصار في الميدان؟ أستاذ جازية، طيب برجع على ضيفي من حلب الأستاذ ماهر، أحيل السؤال لك أستاذ ماهر. اليوم يعني مناورات سياسية جديدة على ما يبدو للمجتمع الدولي، هذه المرة على لسان ستيفان دي مستورا الذي يتحدث عن ضرورة العودة إلى الحوار واستئناف المفاوضات. من وجهة نظرك لماذا العودة للحديث عن الاستئناف اليوم، رغم أن سوريا لطالما كانت مستعدة وأبدت استعدادها لأي حوار بشرط أن يكون سوري سوري وبدون تدخل خارج؟ يعني سوريا كانت دائما مع الحوار ومع أن تكون المسألة بين السوريين دون تدخل خارجي، لكن ارتباط الوضع في سوريا وما خلق في سوريا من أوضاع مأساوية كان بخدمة أجندات ومشاريع لا تمس ولا لها علاقة بسوريا ولا بالشعب السوري. لذلك أعتقد أن المطالبة الآن بالعودة إلى الحوار علّه يفيد في إنقاذ ما تبقى من هذه المجموعات التي انهارت ولم تستطع أن تحقق أي هدف من الأهداف التي مني الداعمون لها بتحقيقها. الدعوة إلى الحوار هي دعوة من أجل يعني إنقاذ وجه من يدعي أنه يمثل المجتمع الدولي الذي كان متحدثا باسم الإرهابيين والمجموعات المسلحة التي عبثت بالإنسانية وبالقيم الإنسانية. لذلك نحن لا نعول كثيرا على هذه الدعوات، لأننا بالأصل نعتقد أن المجتمع الدولي في وضعه الحالي منحاز وغير عادل في التعامل مع كل المسائل التي تمس الإنسانية. لذلك كان الصوت عاليا لأننا في سوريا لم نكن في يوم من الأيام إلا مع الدور الإنساني والدولي، وأن يكون المجتمع الدولي داعما لسيادة الدول وليس سببا في تحقيق الاعتداء عليها. هذا النهج الذي يعتمده ديمستورا ومن وراء ديمستورا يهدف إلى خدمة المجموعات الإرهابية التي لم يعد لها من أمل في حلب. نعم طبعا مع العلم أستاذ ماهر بأنه ديمستورا لم يحدد موعد من لاستئناف الحوار منذ توقفه في شهر أيار الماضي، ولفت أن يعود ليفتح هذا الموضوع ويتحدث عنه اليوم. ابقى معي لو سمحت. ينضم لنا أيضا عبر الهاتف من بيروت الإعلامي والكاتب السياسي الأستاذ محمد محمود مرتضى. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك. أهلا بك والجميع المستمعين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. اليوم معادلات جديدة تترسخ وتعاد صياغتها على وقع الانتصار الاستراتيجي في مدينة حلب. إلى أي حد نحن اليوم فعلا أمام تغير بصورة هذه الحرب على سوريا والتي كانت فيها حلب هي أم المعارك؟ طبعا لا شك عن الحجم الذي تم التمهيد له عن معركة حلب من الطرفين، يعني سواء من قبل الدولة السورية وحلفائها أو من الدول الداعمة لهذه المجموعات، يدل على أن معركة حلب معركة سوف تكون مفصلية. لن تكون نهاية الحرب مع انتهاء معركة حلب، لكنها ستكون لا شك مفصلية وستؤثر على باقي الجبهات بشكل كبير، لأنها ستفشل العديد من المشاريع التي كانت تخطط للشمال السوري بلا شك. وبالتالي فإن هذه الانعطاف الكبيرة في الحرب والانتصار الكبير الذي حققه الجيش السوري وحلفاء الجيش السوري سوف يمهد لمشهد جديد في الساحة العسكرية السورية، سوف يؤكد سيطرة الدولة على مفاصل أساسية في الدولة السورية، على الدول، على المدن الكبرى وما يتصل بهذه المدن، وبالتالي سوف يحطم الكثير من مشاريع التقسيم التي كان البعض يعني يطمح لها، سواء كانت طموحات جدية أو طموحات يعني فقط مجرد فقاعة هواء، لكنها لا شك الآن أحبطت هذه المشاريع بشكل كبير.
يبقى باقي التفاصيل الأخرى في مناطق أخرى. أعتقد أن الجيش السوري جاهز لحد الله. نعم، وكيف تقرأ أستاذ محمد اليوم هذه اللقاءات المكثفة بين الروسي والأمريكي بعد هذه الانتصار؟ أعتقد أنه لا شيء جديد في المستوى على المستوى الروسي. الروسي دائما كان يتحدث قبل بدء معركة حلب، والآن يتحدث نفس الكلام، وعند الانتهاء من معركة حلب كليا سيتحدث نفس الكلام. المشكلة كانت عند الطرف الآخر، عند الطرف الأمريكي الذي كان يراهن أولا على صمود جماعات الإرهابية من جهة، ثانيا على بعض المتغيرات التي قد تجريها بعض الأطراف الأخرى، ربما كان ينتظر حسوم يعني معارك حاسمة في مناطق أخرى لمصلحة هذه الجماعات. أمام هذا المشهد الانهزامي لهذه الجماعات، أعتقد أن الأمريكي بات ربما يسعى لأن يعني ينفتح أكثر على الروسي. نحن نعلم أن الفترة الأخيرة كان الأمريكي يرفض وجد هذه المرة من الحوار مع أستاذ محمد، كان يتم تأجيله، الآن هو مستعد لهذا الحوار. إذن الضغط الميداني هو الذي يحدد الكثير من المواقف السياسية. وإلى أي حد هناك جدية حقيقة لدى الأمريكي بهذه المقاربة لوجهة النظر الروسية، وإلى أي حد يمكن الوثوق بأنه فعلا هناك تغير بطريقة التعاطي أو سيكون تغير بطريقة التعاطي؟ نحن لا نثق بالأمريكي بشكل عام، ولا نعتقد أن الأمريكي قد يغير بشكل جذري. التغييرات ممكن ربما هي تغييرات تكتيكية لديه، تغييرات في الآليات. هو دائما يسعى لنفس الهدف لكنه يغير بعض التكتيكات، لكن لا شك أن ما يحصل دائما عادة في الحروب الوضع الميداني هو الذي يحدد الأوراق السياسية ويحدد كيفية التفاوض ويحدد لكل طرف أهداف التفاوض. لا شك أن أمريكا الآن سوف يفاوض بطريقة ربما أضعف من مفاوضته في الفترة الماضية، سيسعى ربما لكبح جماع هذه الانتصارات، سيسعى ربما لمحاولة قطف بعض الثمار التي لم يكن ليقطفها في الواقع الميداني. أعتقد أن الروسي ربما يعني قد أخذ الكثير من الدروس والعبر في المفاوضات السابقة مع الأمريكي، وبالتالي لم يقع في بعض الهفوات والثغرات التي ربما وقع بها في الماضي. نعم، وإلى أي حد أستاذ ماهر ضيفي من حلب تعتقد بأنه اليوم الأمريكي فعلا يريد كسب مزيد من الوقت لصالح هذه المجموعات الإرهابية المسلحة، أم أنه لا فعلا هناك تغيرات فرضها واقع الميدان، الواقع الجديد للميدان؟ يعني لا شك أن الواقع الميداني الجديد فرض نفسه بقوة، وبالتالي أعتقد أن ما نشهده الآن من تبدلات في التصريحات وفي الحركة الدبلوماسية الأمريكية مرتبط بهذا التطور، إضافة إلى أن الإدارة الأمريكية التي تهيئ حقائبها لترحل لا تريد أن تخرج خالية الوفاض من هذه المسألة. وأعتقد أن التحرك الذي يبديه الآن كيري والإدارة الأمريكية باتجاه إيجاد حلول عبر حوار مع الجانب الروسي والدعوة إلى ضرورة الاستمرار حوار، هو من أجل أن لا تخرج الإدارة الأمريكية التي يعني اقترب نهايتها خلال أسابيع أن تكون خارجة من هذه المسألة بدون أي هدف يمكن أن يسجل لصالحها. وأعتقد أن التصريحات الأخيرة، رغم أننا لا نعول يعني على مصداقية الإدارة الأمريكية كما أشار ضيفك وأحييه، لكن الآن هناك سعي حثيث من قبل كيري والمجموعة التي يتعامل معها داخل الإدارة الأمريكية من أجل تثبيت بعض المواقف التي تحفظ ماء وجه هذه الإدارة التي فشلت خلال الفترات الماضية في تحقيق أي هدف يمكن أن يسجل لصالحها. على العكس، كانت خسرانة بالمعنى العام ضمن إطار أنها عولت على مجموعات لم تستطع أن تحقق أي هدف لها، وبالتالي هي تريد من هذه الدعوة للحوار وتحريك ديمستورا من أجل إعادة الحوار الذي أوقفوه هم وديمستورا، هو من أجل أولا إنقاذ ما تبقى من فصائل ومجموعات مسلحة انهارت بفعل الانتصارات الكبيرة، ثانيا عدم تغييب الإدارة الأمريكية من أي مرحلة يمكن أن تكون لاحقة أو أن تسجل إدارة أوباما نقاط في مرحلة العد العكسي والنهائي التي بدأت يعني تسير بخطى متسارعة في موضوع المسألة السورية.
سوريا بدأت في خط الانتصار، وأعتقد انتهاء حلب سيكون مبشرا في انتصارات ستنعكس في كل المواقع، إضافة إلى توحيد الجهود من أجل التوجه باتجاه داعش والقضاء عليها في معقلها الرئيسي في الرقة. نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر ماهر الموقع عضو مجلس الشعب، كنت معنا عبر الهاتف من حلب، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا بهذا الجزء من هذه التغطية المستمرة حول الانتصارات في مدينة حلب، حلب الصمود وحلب الانتصار. أيضا أشكر ضيفي من بيروت الذي كان معي عبر الهاتف الأستاذ محمد محمود مرتضى الإعلامي والكاتب السياسي، كان معنا شكرا جزيلا لك. وهذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا ومتواصلة، نذهب مباشرة لمتابعة هذه التغطية إلى حلب ومفدى الإخبارية السورية، هناك ربا الحجلي. ربا الهوى معك، تفضلي. معك رنا ومع كل مشاهدينا، اليوم الثاني على التوالي نطل من مركز جبرين في أقصى شرق حلب، والذي استقبل اليوم بالتحديد الآلاف من الهاربين من الأحياء التي لا يزال يسيطر عليها المسلحون، بالتحديد من الفردوس والصالحين وعابدين، بالإضافة إلى المعادي والسكري من معبر كرم حومد الذي كنا نقلناه على الهواء مباشرة مع الزميل وليد هناي، لخروج الآلاف من السكان من كبار العمر والأطفال والنساء هربا من الأحياء التي كما قلنا فيها المسلحون، والتي يسعى الجيش لتطهيرها من الإرهابيين. اضطررنا اليوم لأن نكون هنا بسبب حجم الكبير والأعداد الكبيرة للآلاف مؤلفة التي خرجت من هذه الأحياء. قيل لنا بأن هناك إجراءات جديدة ستيسر أمور كل الذين خرجوا ناحية التسجيل، وأعداد قوائم لناحية أيضا الخدمات المقدمة، زيادة في الخدمات المقدمة، لا سيما بأن كل يوم يزيد عدد هذه المؤسسات التي تقدم الخدمات للصغير وال كبير، ومنهم جمعية تنظيم الأسرة التي تتواجد حاليا لتقديم الخدمات للسيدات الحوامل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنتم هون جمعية تنظيم الأسرة، عملكم بالضبط في هذا المركز؟ عملنا بالضبط، نحن نقطة طبية إسعافات الحالات النسائية، بتتعلق بالحوامل، إيكو محمول عنا دائما متواجد مشان فحص المرأة الحامل مع فيتاميناتها، مع كامل فيتاميناتها، شوي بس أفنجيك الفيتامينات، كل الكامل فيتامينات الحوامل مع الالتهابات النسائية، جميع حالات الالتهابات النسائية. وهذا تقريبا عدد الحوامل اللي اجوا خلال فترة التواجد في المركز من خلال اسبوع تقريبا يعني كل يوم تجينا تقريبا بين 60 و100 و103 حالات تقريبا. في ولادة؟ لا لسه حاليا، بس في حالتين رقبناهم انه في عندهم موعد قيصرية، فقلنا لهم لازم نشوف نراجع المسؤولين اللي هون مشان يأمنونهم يطالعون مشان الولادة القيصرية. ودغري في استجابة ما؟ طبيعة شغلك هون قابلة قانونية. قابلة طيب قانونية. في حالات مستعصية أو أمراض عم بيكون مصابة فيها النساء الحوامل كونها خرجت من أحياء ما فيها لا رعاية صحية ولا نقاط طبية؟ في، وعم نعطيهم أدوية التهاب مجاري البولية، إنتانات نسائية، إنتانات بولية، وعم نعطيهم الأدوية المتوفرة عنا. طيب الكشف عن هاي الحالة شو طلع؟ كيف هو؟ هلا حاليا هون عنا حالة حامل شهرين، هي عم بتدوخ، في نقص تغذية، في ما في اعتناء، ما في يعني فيتامينات عم تاخذهم. هلا حاليا احنا عم نصرف للحوامل فيتامينات مقويات بشكل عام، وبس يعني هو ضعف عامه يعني. هلا من اي حي طلعتوا؟ الفردوس. من الفردوس اليوم انتوا وصلتوا؟ لا امبارح الصبح. امبارح واليوم طلعت ناس من الفردوس، كيف الرعاية هون؟ الحمد لله منيحة. انت ومين طلعتي؟ انا واهلي وجوزي. كلكم هون؟ عندك اولاد؟ لا ما عندك اولاد. هي اول عروسه جديده، تزوجتي خلال فتره الحصار؟ ايه. كيف كانت الاوضاع جوا يعني كسيدات، كيف كنتوا تعاملوا من قبل المسلحين؟ ما كنا نتعاطاهم ولا نشوفهم، يعني تم ببيوتنا ولا نحكي معهم. يلا سلامتك. سلامتك. إذن هذه إحدى المراكز الصحية المتنقلة، عيادة لفحص النساء الحوامل. تقريبا في عندكم إحصائيات عم بتطوروا بشغلكم أو نوعية العقاقير اللي عم تخدموا؟ طبعا. هلا أول ما جينا ما كان عندنا العربة المتنقلة، بالأول ما كان عندنا العربة المتنقلة، فاليوم أول يوم نجيب معنا العربة المتنقلة مع الإيكو المحمول عنا، فعم بتزيد الإحصائيات كل يوم عن يوم. طبعا طبعا الأدوية كل ما عم نكبرها أكثر حسب العدد اللي عم نستقبله يوميا. شكرا جزيلا لك. ايضا موجود معنا عدد من الجمعيات بالاضافه للاهالي الموجودين واللي عم تنضم بشكل اني للعمل مع الاطفال. يمكن انتم جمعيه من اجل حلب في مشاريع عندكم مخصصه للتعامل مع الاطفال اللي طالعين من مراكز الحرب او بالضبط. من مناطق الحرب؟ بالضبط، عندنا المشاريع الاغاثه والخبز
وهون هلا عم نسلم نحن حصص لأهلنا المهجرين من المناطق الشرقية. غير الخبز شو قدمتوا؟ قدمنا هون ألبسة وفرش وحرامات، وفي مشروع مساحات صديقة للطفولة عم تجي بتعمل نشاطات للطفل مشان يرفعوا عن نفسهم شوي. مثل شو النشاطات الخاصة بالأطفال؟ مثل نشاطات لعب موجه، إنه يلعبوا ويوزعوا لهم أكلات مثلا وبس. هلا كيف عم بيكون صعب التعامل مع الاطفال لانه هن طالعين بنفسيه؟ أيوة شايفين مباشره مسلحين ارهابهم، يعني فيس تو فيس. ايوه صعب، هو صار عم يشوفوا شيء صعب عليهم، بقى بيحاولوا انه شيء غريب. تمام، يعني كانوا قبل مقيدين، مقيد عليهم، نحن بنعرف شلون كان الوضع هنا. كيف عم هلا نفسيا عم نحاول نكون قريبين كثير لهم اول شيء، ونحسسهم انه نحن اهلهم ونحن هون، نحن ما تهجروا ولا تركوا مناطقهم، انه هن هون ببيوتهم بين اهلهم بين ناسهم وما تركوا بيوتهم ابدا ابدا. شو عدتكم للعمل لما عم تجوا تشتغلوا؟ هلا شو جايبين معكم يعني خاصه بالنسبه لترفيه الاطفال؟ الواح تعليميه وكتب وبفلات والشغلات اللي هي خرجنا يعني مع الطفل نكون فيها هيك قريبين له. بتشكركم كثير. اللي بدك تحكي شيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وين طالع انت؟ الفردوس. اليوم طلعتوا؟ اليوم طلعنا. ايه من اي ساعه طلعتوا من الفردوس وكيف قدرتوا تهربوا من هنا؟ طلعنا من المسلحين، ما عم خلونا نطلع من بس النسوان عم خلونا يطلعوا. بذلك انه طلعنا هربنا من قيمه الساعه 2:30 3 بالليل. ايه وشان اسمه بقدم صوتي للمستمعين كل من جيلي اللي ما عم خلوهم يطلعوا من هنيك انه يطلعوا، لاني ما حدا الجيش العربي السوري ما حدا عم بدور اي حدا، بالعكس اهله ترحيب وسلامات وكل شيء امن. جيتوا مشي من الفردوس لحد المعبر لمحل ما طلعنا المرجي؟ طلعنا من المرجي. قديش المسافه اللي قطعتوها؟ تقريبا شيء 5 كيلومتر. 5 كيلو وسير على الاقدام بالليل حتى وصلتوا يمكن بالليل، وصار يضرب علينا كثير يعني قناص ورصاص. حدث توفى منكم؟ لا الحمد لله. الحمد لله. طب الشباب اللي جوا هن كيف رح يقدروا يطلعوا بعدين؟ والله ما بعرف، بس انا بقدم صوتي ان شاء الله انهم يطلعوا ويحسنوا يطلعوا. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا هرمت الضايعة اسمها أميرة محمد خليل، هيك بتاخذ على رجلك. انتوا وصلتوا؟ انا صار لي هون 10 ايام. من امتى مضيعة؟ مضيعة من شيء 4-5، ركبتها من الجامعة امنت لهون، عجب بي مخيمات غير هالمكان. في مخيمات؟ ايه ما بعرف. اتجاه الشرق مخيمات. ما بعرف، دوروا لي عليها، دوروا لي عليها. انا اسمي احمد محمد الصالح، حرمتي اسمي اميره محمد خليل مرأة عاجزه. عندك اولاد؟ عندي ابن الشاب، عنده ولدين، هذا اخذوه احتياط من شيء 10 ايام. وحرمتي اسمها فايزه عز الدين مجلاوي. طيب انت رحت لعند حدا من المراكز اللي عم تعمل تنظيم وتاخذ الاسماء رجعتهم؟ انا 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 قلت لهم خيدوروا لي على حرمتي وقفت لفت مع بلغي. طيب مشان ما تلف روح لعندي اللي عم بيسجلوا اسماء هن رح ياخذوا. والله عجزت وادور عليها. احنا هلا رح نساعدك بس خليني اخلص الهواء. من وين طلعت انت؟ انا 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 صار لي 10 ايام. من وين طلعت؟ من اي مكان؟ هلا اخذت راتبي ورجعت، اما انت بسياره من عند الجامعه قلت لها روحي على هنية. انا كمان رحت على ميسر، كمشني واحد بده يخنقني. ليه جات على الميسر وهي لسه منطقه مسلحه؟ رحت لغيت البيت منكوت نكت، امي العجوز مرة كسيحه بالفرش عجب، وينها كمان امي؟ ما لقيتها لا امي ولا اختي، والبيت منكوت اللحف والفرش منكوتات نكت الدبابات. يعني شتتت العائله بهي. ايه تمت لحالي، رحت اجيب راتبي نمت عند جماعتي بالحمدانيه. انت شو بتشتغل لجيب راتبك؟ اشتغل بشركه الزيوت عن التل، هي اخذوها هذول اللي ما بخافوا الله. ولسه الدوله عم تعطيك راتبك حتى لو كان شيء. هذا كان بده يفوتني، انا عملت سويت تفرجيك الوصل. تفرجيك شو الوصل. سويت انه انت لساتك موجود ما؟ ايه يلا عسر يا وجيه. مين سوالك يا هذا الوصل؟ هذا شركه الزيوت. شركه الزيوت اذا ما عاملين كل شيء ما دوم 4 اشهر. ايه هذول راحوا اجازه بدراسه، سويت كتاب. ايوه رجعت على راس عملي وعوضوك بعد. عوضوني يلا كثير منيح. يلا ان شاء الله يا رب الله يلم شملك. عم قديش رح ندور لك عليه؟ على عيني وراسي بتؤمن. 65 سنه. حاضر. ايه طلعنا من معادي اليوم الساعه 3. انتوا اليوم واصلين على الصبح؟ طلعنا الساعه 4 من معادي لدور باب الحديد. تعبان كانك. اهلكنا تعبنا. قديش خمشيت؟ كم ساعه مشينا؟ بيجي ساعه ونص لبين ما وصلنا لهنيك ويضربوا علينا. لبين ما وصلنا بخير وسلامه طلعونا بسياره ووصلنا لهون. هون اخذت استلمت شيء؟ ما استلمت، انا عايش وحدي. وين عائلتك؟ مرتي ماتت واولادي.
كل واحد بلد ما بعرف وين صاروا. كل واحد بلد شو يعني ضموا للمسلحين خلال؟ لا ما حدا انضم. لكان وينهم كيف راحوا تركوا؟ تركيا من قبل. بتركيا. وانت لحالك مرتك؟ انا وحدي ما تدري مره وين داروا. خلص هلا 6 شهور. 6 شهور كنتوا جوا تحت الحيطه. ايه بيركي كيف كنت تاكل وتشرب؟ كيف كانوا يعاملوك انت زلمه كبير؟ عم بشتري بالمصراد. كنا عم بشتري بألف وراب فلافل باكل. تاكل فلافل بس من 6 شهور؟ ما في حدا يطعميني. ما عيش من الله والبركه. يلا هون اكلت شيء طعموك شربوك؟ ايه والله زحمه عم بطلع زحمه اشتري طلع البيت سومر ب 400 تراه وشحت خبزي عم باكل الحمد لله. يلا ما شحت هذا حقك يا عم. ايه الله يجزيك الخير. يلا هلا في ناس كثير عم بتساعد هون لتاخذ حقك وتاكل ان شاء الله. الله يجزيك الخير يا شيخ. يلا شكرا شكرا شكرا. على كل حال كثير من المناطق يلي خرج منها الاف الاف المدنيين اليوم مثل ما شفنا، ولهيك صار حجم الاعداد الكبيره اللي موجوده هون بما يعني نوعا ما يتناسب قليلا مع الخدمات المقدمه. اهلا وسهلا فيكم. منين طالعين انتم؟ صالحين. اليوم طلعتوا؟ امبارحه. وامبارح وصلتوا لهون؟ امبارحه وصلنا لهون. صالحين لسه فيها عناصر مسلحه ارهابيه اساسا. كيف قدرتوا تطلعوا ولما وصلتوا لهون لساتكم قاعدين هون؟ طلعنا كمان كان معنا جوزي بده يطلع معنا، رشوا عليه برصاص ورجعوا. شو ما عرفتي شو وضعه يعني عايش بعده؟ ما بعرف شيء. بس شو عندك اولاد؟ 4. كلهم حواليكي؟ ايه. الحمد لله. حضرتك وين زوجك ولادك؟ انا بالحمدانية بس جاي استقبل اختي. انت برات المناطق اللي ايه بالحمدانية. رح تروح معك؟ ايه ناخذها لعنا اذا الله راد. كيف الوضع كان جوا حاكيني؟ والله كثير ما في شيء، لا اكل ولا شرب ولا شيء، كثير وضع سيء. يعني شايفه الاولاد مغبرين؟ يمكن قديش لكم تحملتوا؟ والله انا زمان لا في ادويه ولا في شيء الحمد لله. بردان ولا دفيان هلا؟ دفيان. دفيان. تفيد عطوك بطانيات؟ ايه. تاكل وتشرب؟ لسه ناقصك شيء؟ حني شو بدك لاعمل لك؟ ما بدي شيء. كيفك؟ الحمد لله. تمام. قديش عمرك حياتي؟ 11. طيب الاكل؟ عاجبك؟ كنت تطبخي تطبخ لكم ماما بالبيت ولا ما كان في حتى اكل؟ ما كان في. كان في بس قليل. تطبخ لنا. بس ما يعني ما في كتير. شكرا شكرا. يلا بالسلامة ان شاء الله. بالسلامة. خلينا نشوف هون يمكن توزيع الاكل من جمعيات قرى الاطفال اللي هي كمان مساهمة بتوزيع الاكل. كيف؟ اهلا وسهلا. صحن صرت معبي اليوم؟ صار معبي شي حوالي 1200 صحن. كم طنجرة في موجود حالي؟ في عندنا 6 طلاجر. ايوه يعني غزينا شيء لا يقل عن 3000 شخص. واليوم زاد العدد باعتبار طلع الاف. زاد العدد عندنا، نحن موجهين 6 سيارات لهالموقع. ممتاز. اليوم في 6 سيارات. في 6 سيارات لهالموقع. كثير منيح. عم بكفي ناس ولا عم تحس في قله؟ لا عم نحس حالنا لسه عم اكثر من الاول. يعني عم زيد واكثر وعم نطلع غير محاور عم نوزع كمان. يعني ما في كل شيء كافي. كله كافي وزياده. طيب تنظيم الدور كيف عم بيكون حتى ما تنظيم الدور مثل ما لك شايفه، مثل ما لك شايفه، صيفي النسوان عزي والزلام عزي بس، يعني ما اكثر من هيك. انت وكم حدا جاي؟ انا 8 اشخاص. ايمتى طلعتوا انتوا؟ طلعنا اليوم الصبح. اليوم هلا وصلتوا؟ أي. من وين طلعتوا؟ من الفردوس. حاكيني كيف كان وضعكم؟ والله وضعنا سيء. لحظة حبيبي تعال. تعا شو بدك انت؟ شو بدك؟ ليش هيك ايديك يا روحي انت؟ ليش هيك ايديك؟ وين اهلك؟ امي ما راضت. وين اهلك؟ وين اهلك؟ ماتت. انت ماتت؟ قل لي انت ماتت. امي مع مين جاي يا روحي انت؟ ياسر. انت ومين؟ وامي وبابا. انت وابوك؟ وين ابوك؟ وين راح؟ هوية. وين هلا هو موجود هون ابوه؟ راح يجيب الهوية؟ اعطيه ملعقة الله يخليك. شو بدك بعد؟ شو بدك عيوني بعد؟ شو بدك بعد؟ الله يخليك لو سمحت اذا بتريد. يلا تكرم. بس مشان بده يلتقي مع ابوه كيف بده يلاقيه؟ هلا انا بدور له عليه. هلا بدور. طيب انتم كيف عم بتنظموا هون؟ انتم من وين تابعين؟ نحن تابعين للمطار العسكري.
انتم تابعين المطار عساكر يعني عم بتنظموا هون الدور؟ طبعا نساعد الاهالي ونساعد بتعرف المواطنين والاطفال الصغار الضايع شغله من لاقين من ودي الاهل. قديش في ناس عم بتضيع هون لانه الاعداد في كثير والله عم نصبر الله صار لقينا شيء 10 وكل اللي اهل اليوم اهل اليوم موجودين هون بس بندور عليهم بالاذاعه بنصيع عليهم الاول. ناس امبارح كانت مضيعه اولادها يلي مضيع زوجته الاول امبارح لقيتي معهم امبارح الاول اليوم الحمد لله يعني. طب ما في طريقه للمنادات على الاسماء مثلا في صوت عالي؟ في اذاعه موجوده الاذاعه عسكريه. وين الاذاعه موجوده بالساحه تحت عني؟ يعني لازم الكل يتوجه لك اذا حدا. طبعا 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 والله الولد وينه جيبوا هلا هلا بزبطوا انا لا تخاف يمكن هذا صار له اكثر من سنه مو متحمم ومبين يعني عنده مشكله اكيد 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 ما يبدو ايديه السود وهون صور بائسه فعلا كثير. يمكن هذا الولد ما بيعرف الحمام من كذا شهر. يمكن شو صار لك ما تحممت؟ بكره بتتحمم حبيبي. ايه اكيد يلا عمو رح يدير باله عليك حياتي انت. يمكن كل وجوهي اللي طلعت من هي المناطق المسلحه فعلا وجوه معفره بالدخان التراب وكانها قايمه من تحت دمار كثير كبير. انطلقت للحياه من جديد. ان شاء الله تكون الحياه بالنسبه لالهم احسن. الظروف اكيد رح تكون احسن طالما خرجوا من تحت سيطره المسلحين. انتم من وين طلعتوا خالي؟ من حرابلي. نعم من حرابلة. من حرابلة انت اجيتوا لهون؟ ايه ثلاث ايام. هلا ثلاث ايام وكيف الامور ماشي هون؟ الحمد لله في اعداد كثير كبيره بس يعني الحمد لله كويس. يا موجود ولا ناقص؟ الحمد لله الله لا ينقصكم جاء النبي الله يحن عليكم. انت ومين جاي؟ انا وبعي انا بناتي. كلهم هون حواليك؟ ايه حواليك. ما ضيعتي حدا؟ لا الحمد لله ما ضيعنا حدا. طيب خبريني كيف كان ظروف حياتكم تحت سيطرة؟ حاصرتي اكيد تحت الظلم ده القتل حاصرتي وتحت القصف وتحت الظلم يا حسرتي. الحمد لله فرجت علينا. هلا راحت الحسرة يا اخي. الحمد لله فرجت علينا ان شاء الله. خبريني. الحمد لله والله الله لا يرويك. كانوا معيشين برعب من المغرب ما ينحسن ولا برا نطلع ما يخلوا حدا يطلع وحراميه بنشلوا صاروا باخر شيء ينشلوا لنا المعونه اللي ناكله ينشلوا ومصاري كل شيء ينشلوا. كانت تصلكم معونه؟ ايه من يعني كانت تصلنا هن يجيبوا لنا اياها بعدهم نشلوا لنا اياها هن من عندهم يعني يجيبوا لنا وعندهم لا تزعل ناس تعطيها ناس ما تعطيها. انا ما اعطوني شيء طاول منهم ما اخذت. شو عندك اولاد؟ عندي 5 اولاد. هذا الولد لإلك؟ ايه. طيب ليش ما لبستيه لجربات لشيء؟ اخذوني اياه وما اعطوني لهلا الشيء. مو لابس شيء الولد ليك على البلبل شيء. عبالك بروح بدفشوني هون ما في في عشقه شوي معلش بدكم تستحملوا الاعداد الكثير كبيره. اليوم اهاليكم خرجوا من مناطق المسلحه. الله يعطيكم العافيه والله الله يعطيكم الله يعطيكم العافيه. انا ما منهم هن عم بشكي من العالم حيشاكي. العالم عم تعمل حالها عم تعمل ايه حال يعني بيجي للعالم كله بس هن ياخذوا مره وتنتين وثلاثه وغيرهم ما ياخذ هاد يعني هون. طب وين زوجك؟ جوزي عايفني. يعني من امتى عايفه؟ صار لي 4 سنين. هو وين راح المسلحه؟ هو لا لا بالبلد هو ما قدر يطلع؟ لا انا هو طلعني. كيف شو؟ هلا هون كمان يمكن تفضل انتم كنتوا عم توزعوا اكل. وين سياراتكم الثانيه؟ وين متوزعه؟ تفضلي تفضلي. هنيك سيارتين ولدان في سيارتين. السيارات الموجوده هون شو هي؟ لا هذول ما لنا علاقه فيهم. نحن تابعين لدير مار يعقوب المقطع. ايوه نحن مطبخ قريه الواحه. هلا هون شايفين صهاريج مي حتى يمكن عم بتقوم بتوزيع المي. عم من وين طلعتوا انتوا؟ من وين طلعتوا انتوا؟ والله طلعنا من الصالحين. انت اليوم وصلتوا؟ ايه اليوم وصلنا. ايه انتوا كم حدا طلعتوا؟ قديش اعدادكم تقريبا؟ في احصائيه قريبه ممكن يعني بدك تقولي يعني بال 50,000 نسمه. 50,000 اليوم طلعوا. إيه كلكم توجهتوا لمركز جبرين؟ نعم نعم. من اول ما وصلتوا شو الاجراءات اللي اتخذوها لحتى ييسروا لكم دخولكم لهون؟ والله الاجراءات كتير كويسه يعني تمام الحمد لله. كل الخدمات كتير كتير يعني كويسه الحمد لله يعني ما ناقص شيء الحمد لله. ما كل شيء متوفر. اكلت شربت اخذت بطانيات احرام الحمد لله الحمد لله. نعم نعم كثير منيح كثير وضع. طب الظروف جوا من انت اخر مره مثل ما شفنا في اولاد يمكن حتى مصابه بامراض جلديه ما كان في رعايه صحيه ما كان في شيء جوا؟ نعم ما كان في شيء والله طاول يعني يعني الظرف الحب يعني عم نفتل كل الصيدليات عليه وما نلاقي منه حتى مرهم ما في يعني. طيب خليني اشوف بس العام يبدو بانه مصاب. مرحبا مرحبا مرحبا. شو اصابتك؟ والله باركين اليوم هاي الصبحيات ما في شيء بامان الله والجيش موجود. صرنا ثلاث ايام باركين معه.
وجماعة جابونا، كنا مقطوعين صرنا 4 شهور مقطوعين. انت امتى وصلت؟ هلا وصلت. طالع من وين؟ اسعفوني من مشفى الميداني. شو كانت اصابتك؟ انا وولادي. شو تصاوبتوا انتوا طالعين يعني؟ قوسوا عليكم ولا لا؟ ما كنا طالعين، تمينا بيركي قلنا الجيش وصل خلص تركنا. ما حسينا ودارينا، ولا اجتك خزيفه من حيث ما سمعنا لا صوت طاوله. ترى انا ما بسمع هلا من اثر الصواب لسه. اولادك وين وشو تساووا؟ موجودين كمان عم ياخذوا العنايه. واحد منهم براسه كمان اسعفته وطلعته. ابن اخوي ترى. وين زوجتك؟ ما زوجتي بالبلد. وين؟ بالبلد. ما طلعت، ما قدرت تطلع؟ مو ما قدرت، طلعت وما عادت اجت. كيف طلعت؟ امتى طلعت؟ طلعت قبل ما يسكرت قريب. طيب هلا كيف وضعكم جوا؟ يعني تعتير وشحار اكثر من هيك صراحه ما في. والله ان شاء الله اكيد الايام. بس هلا خاصة يعني هلا اقل شيء الصور المأساة اللي كنتوا عايشين احكيلي عنها. ما بدي افتح لك جروحاتك لانه رح تبدو من جديد انتم هون. اكيد فتحي لي جروحاتي. راسي ماني صاحية. ايش بدي احكي معك؟ ماني صاحية والله ماني صاحية. طب شو بحاجة هلا؟ شو بدك؟ شو محتاج؟ محتاج مكان ابرك فيه بس ارتاح. طب وين عم بتدور هلا؟ انت عم بتدور هيك؟ عم ندور في لي قرايبين طلعت معهم انا نفس الصور كنا بيركين سوا. ترى كمان جروح هن ما انضربوا كمان. من اي منطقه طالع؟ باب النيره. باب النيره. نعم. طيب وحواليك الناس كمان كلها طلعت؟ قدرتوا كلكم تطلعوا؟ كلهم خوفا اول شيء من قذائف من كذا طلعت نزحت مثلا لقدام. بس اليوم طلعت عدد كبير طلعي منهم صالحين مثلا من الفردوس من المعادي. هو ما خلوهم يطلعوا بس العالم ما بقت تسال يعني بدها. ما عاد سالت يعني؟ ما طلعت والله وهن ما يريدوا. ايش عمرك عم؟ 47. شو كنت تشتغل؟ شو كنت تشتغل؟ والله كان عندي محل تالي سوبر ماركت وبيرك وعايش ومبسوط ومكيف. يلا الله يكون معك. والله بعوضنا معليش. ان شاء الله متفائل ما ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله. يا رب. انا مو شفت اولادي بخير والحمد لله رب العالمين، بس ما راضي اطمن ابن اخوي فقط. الله ما. ان شاء الله بتطمن عليهم تشوفهم خير وسلام. الله يسلمك. شكرا. شكرا. الله يخليك. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. طبعا مثل ما شايفين كمان في عدد كبير من قوى الامن الداخلي اللي هي كمان عم بتنظم العمل هون وتيسر امور الناس. الحجه يمكن للصبر حدود صح؟ نعم نعم. منين طالع انت؟ انا من فردوس من حلب. اليوم طلعتوا؟ نعم. انت ومين طلعت؟ طلعت انا وعائلتي واولادي كلكم وصلتوا بخير وسلامه؟ الحمد لله. كم ساعه مشيتوا من الفردوس حتى وصلتوا على المعبر لمحل ما التقاكم الجيش؟ طلعنا شي ساعه 12 بالليل، وصلنا تقريبا الظهر تقريبا ساعه واحده. أي. شو استلمتوا غراض هون؟ شو عملتوا؟ نعم. شو استلمتوا غراض؟ شو سويتوا؟ لسه ما استلمنا شيء. هدول غراضكم. قدرتوا تحملوا كل هاي العدد من الشناتي؟ اي ساعه تحركتوا من بيتكم؟ طلعنا من بيتنا الساعه 1 بالليل تقريبا. اي 1 بالليل. اي ساعه وصلتوا للمعبر؟ المعبر الساعه 1 كمان. يعني دغري المسافه كانت قصيره. مشيتوا بكروم الزيتون يمكن؟ نعم. قدرتوا توصلوا بكروم الزيتون؟ اي بين السجر. كان طريق وعر؟ حدا تعرض لكم وانتم طالعين؟ حاولوا ما يخلوكم تطلعوا؟ لا لا ابدا. كانوا متواجدين وين المسلحين باللحظه اللي طلعتوا فيها؟ ما شفناهم. نحن ما شفنا. طلعتوا قريبي حاسين علينا؟ نعم. لسه كانوا ما حاسين علينا. ما حسوا عليكم ولا ما بالخمسه؟ بالخمسه حسوا وصاروا رجعوا الخلق. في ناس رجعت كتير. من اي مكان طلعتي حياتي؟ انا من الفردوس. من الفردوس. انت ومين طلعتي؟ نحن وكل اهلي. كلكم طلعتوا وصلتوا بخير وسلامه؟ الحمد لله. طيب شو كانوا يعملوكم؟ كيف كانوا يعاملوكم؟ كيف كنتوا تاكلوا وتشربوا تلبسوا تدبروا اموركم؟ كنا ناكل يعني احيانا يوزعونا معونه، احيانا يوزعونا نص معونه، احيانا ما يعطونا طاوله. كيف كنتوا تامنوا حالكم؟ كنتوا تناموا احيانا بلا اكل؟ لا الحمد لله، لأني أبوي كان يشتغل. شو كان يشتغل بابا؟ أبوي كان يشتغل حجار، فصار يشتغل يبيع بسكويت. بعدين برق ما بقى يبيع شيء. صحته مو منيحة صارت؟ لا الحمد لله. بالمدرسة حبيبتي أنت كنتي؟ لا من سنتين بطلت. ما عاد في مدارس سكروها؟ ما تم. لا صار في مدارس بس ما في هالدراسة. مين كان يدرس فيها؟ نفس الأساتذة ولا حدا تاني؟ وكان يعطوكم شيء محدد؟ لا كانوا يعطونا شيء محدد تقريبا، يعني أعطونا قرآن فقه بس عربي انجليزي ما في طاوله. لا طب ان شاء الله. شو بتحلمي لبكره؟ ما بعرف. ما في حلم؟ في حلم؟ ما في. انت منح انا واهلي كلتنا بخير وسلامه وما بدنا شيء.
شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله بنرجع على المدرسه كمان نرجع نتعلمه. طيب الشيبس مين رسم لك هيك على وشك؟ هدول بالنشاط. بالنشاط. قد ايه صار لك ما شفتي قلم التلوين؟ في عندك كان قلم تلوين؟ ما في. اخذتي ورسمتي ولونتي؟ لا. ليه؟ لانه انا كنت بالهذا فردوس كنا جايين جيد لو عم بدرسوا قام قالت لي الماما قالت لي لا تضيعي قالت لي رجعي قام قلت لها خلاص رحت تركت في البيت. اوكي اخذتوا بيت هون؟ لا مو بيت هذا هون. اي يعني مكان لتقعدوا فيه. عطوكم فورا؟ عطوكم فورا مكان لتقعدوا فيه. كتير منيح. يلا ديروا بالكم على حالكم مشان ما ضيعوا الماما. ماشي يلا الله يكون معكم. طبعا مثل ما ملاحظين في كتير ناس طالعة ويمكن عندها حالة من الأمراض الجلدية اللي هي ان شاء الله هون بيلاقوا العقار الطبي الواضح. كيفك؟ الحمد لله. في كتير شغل وضغط ما؟ اي والله. حدا عم بيساعدك؟ الكل يدنا عم يشتغل الحمد لله. كتير منيح. زادت الأعداد اليوم؟ ايه. عم بيفرق معك كل يوم عن يوم؟ لا الحمد لله الشغل كله كويس الحمد لله. من وين انت؟ من اي مكان؟ انا من حي النيرة. من حي النيرة وهون بتشتغلوا بهذا المركز. كثير منيح. يلا الله يكون معك. الله يكون معك. خلينا يمكن هاي العائلات لسه هلا واصله. لحظه انتم هلا واصلين؟ ايه. من وين جايين؟ من الفردوس. هاي اللحظه وصلتوا لهون من شوي يعني. طب كيف قدرت تطلع عمو على عكازات؟ مين ساعدك لحتى قدرت توصل؟ شباب ساعدوني والله. مين؟ أي شباب؟ أهل الخير والله. أهل الخير. أهل الخير جابوني للمعبر وساعدوني. الحمد لله يا رب. الحمد لله. والله استقبلونا أحلى استقبال. والله يخلينا بشار وزلم بشار. والله الحمد لله ارتاحين هين بإذن الله. طيب آخر لحظات قضيتوها بوجود المسلحين كيف كانت؟ كويسة. مو هذا مسلحين أنا عم بحكي. شو بدي بقول؟ احنا نقولهم جيش حر كر. الله يلعنهم. ها انتوا رجال كبار كيف كنتوا تتعاملوا من قبل؟ والله ما يغلطون علينا. ما يحترموا لا كبير ولا صغير ولا ابدا. يعني عندهم الكلام خيطي بيطي. هنا الشباب اهلا وسهلا عم الحج تفضل ميت السلامه الله يجزيهم الخير. والله العظيم وين معاملتين وين معاملت غاد بفرق كبير يا بنت اخوي. والله يجزيهم الخير ان شاء الله. هين شبابنا. وين زوجتك؟ وين اولادك؟ هاي زوجتي. وين وينهم يا اسره؟ كيفك؟ كنت ايه عمي بس. وين زوجك؟ زوجي هنيك واقف عم يستنى اسفنجات والبطانيات سجلنا عليه. انتوا طلعتوا كلكم اليوم؟ ايه طلعنا بروحنا من تحت الضرب انهزمنا. كيف كانت الاوضاع جوا يعني؟ كيف شو الثياب؟ يمكن كنتوا تلاقوا مي تغسلوا ثيابكم؟ من انت مو غسلت ثيابك؟ لا 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 حمام ولا مي ولا اكل ولا شرب مثل الخلق والعالم. طلعنا من تحت الضرب بروحنا حتى لباس ما رحقت اشيل لبناتي. بس يا ريت تلبسي شيء يا ريت برجليها لانه كثير في برد. ضاعتك ليش تعال الطريق وما ما ما, ما بعرف هلا منين بدي اجيب لها شحاطه تلبسها برجلها ما بعرف. مين حوالي هون يساعد؟ مين حوالي يساعد؟ الاعداد كثير كبيره صراحه من الناس بحاجه لمساعده. الله يخليكي لقي لها شيء تساعديها. روحي على اي مكان عم بيوزع ملابس وشي بالرجل رح تلاقي كثير ناس تساعدك. يعطيك العافيه. ليش ما قدرتي تطلعوا قبل؟ ليش اليوم يعني؟ كنا كل ما بدنا نطلع بنوصل لعند المعبر وبيرجعونا بيقولوا لنا ما في طريق ارجعوا على بيوتكم. مين اللي كان يرجعكم؟ هن ما بيتسموا. الله لا يوفقهم ان شاء الله. الله لا يوجهن الخير. ما بيخلونا نطلع. سوينا دروع بشريه لهم متعاملين فينا. اليوم حتى انا ماني مصدقه اني صرت بامان. الحمد لله اني صرت بامان. والله محيي الجيش. الله يخلينا اياكم يا رب. الله ينصركم. شكرا شكرا. بس امانه روحي بس لاقي لها شيء تلبسه برجلها اذا بتريدي. اذا بتريدي شباب حدا يحملها لو سمحتوا. الله يخليك احملها بس لانه الارض كثير بارده. الارض كثير بارده. من ايه؟ من امتى يعني؟ من الصبح. من الصبح بلا شيء. ايه اجينا من زحمه وكثره الخلق ضاعت الاندره وما واجت كمان الطريقه حفيانه حتى جوز جراب من العبطه من كثر ما انعبطنا ما لحقت البس ساجد. يعني عم نحكي بتحكي عن ما بتسموا سواء يكون يضربوا الكبير والصغير. يعني مثلا من كم هون جينا بدنا نطلع لهون نهرب لهون. سيفوا زلمه كبير بالعمر ضربوه قالوا ليش بدك تروح على النظام عشان يقتل لك اولادك وياخذوك على الجيش؟ قال له ماشي خليه حطوه قتلوه. وبعد فتره حطوا واحد بالفردوس ورشوه رش. ليش انا جابوه بالمعبر؟ بتروح انت بتعيش بامان ونحن بنموت ما بنعرفك بتطلع. حطوه الفردوس وقتلوه.
رش قدام العالم قول هذا عبره. كيف خلكون انتو الشباب تطلعوا اساسا؟ نحن هربنا هريبة بالليل، يعني نص قتلنا البرد ما بين ما وصلنا، والحمد لله انه وصلنا. مين هن الجماعات؟ اي جماعات كانت مسلحه موجوده؟ النصرة، الزنكي، سلطان مراد، شو؟ كله ما بخلي حدا يمنع. هدول تابعين لتركيا يمكن وقطر والسعوديه. ايوه. ما؟ ايه. اليوم بالصدفه الله عم عيوننا اولاد هالحرام قدرنا نعدي، الله حمانا الحمد لله. هن كانوا يقولوا انه كانت تجي مساعدات من هاي الدول للمناطق اللي عم فيها مسلحين وتتوزع لكم مواد اغاثيه، صح؟ هو عم تيجي ما عم ياخذوا ثلاث ارباع الون، يعني من يعني كل شهر بيطلع لنا كم من كم، لا كيلو سكر، لا كيلو سكر، وكم كيلو رز. ونهار ينهار لا خمس رخفان خبز، اللي عنده عائله منين بده ياكل؟ بس لاهل المسلحين والمسلحين بس بالشهر الواحد اربع مرات تجيون، نحن عم نطلع بعيوننا بس ما في ابدا. معونات لنا ما في. من اي مكان طالعين؟ من الصالحين. اليوم طلعتوا؟ امبارح الحمد لله. واليوم التقيتوا باللي طلعوا كمان؟ بيكو جوزي كانوا أغوصوا وقتلوه لولا لطف الله سبحانه وتعالى. مشان حتى ما تطلعوا؟ لكان ايه؟ الساعة تحركتوا لحتى وصلتوا لعند الصبح؟ الساعة 5 الصبح طلعنا، تقريبا من 6:30 الصبح كنا بحماية الله والجيش الحمد لله. يلا الله يكون معكم. هي بنتك؟ لا والله ولادي بنتك. هي اختك؟ اخوي. اخوك ايه. خذوا لعند ماما الله يخليك، ايه لأنه وشه أحمر وبردان يبدو. كيف الوضع هون؟ الحمد لله منيح. ماشي الحال؟ ماشي الحال. نطلع وسمعنا خبر انه عنا بالبيت ضرب ما بينا خرب بيتنا، قبلنا كمان خرب بيتنا ورا لسه هي ما هي اسمها من الحر، هي اسمها جبهة النصرة. يعني صار يخربون البيوتن الله يكون بعونهم. هدول صواريخ راجمي يضربونا فيهم، اصاب اخوي فيهم، اصاب اخوي فيهم كتفه، سووا له عملية جراحية. يعني تهدمت بيوتكم قبل ما تطلعوا؟ انت وين جاي؟ انا وعائلتي. مين عائلتك؟ اهلي، امي وابوي كلهم. اكلت وشربت كل شيء هون؟ الحمد لله. روح خليني اعطوك شيء برجلك كويس. ماشي اكيد. اكيد. يلا حبيبي. في ناس يمكن هون عم تيجي باعداد كثير كبيره لحتى ايضا تقدم مساعدات. ملاحظين بانه كل السيارات المتواجده هون هي سيارات من قبل مؤسسات حكوميه او جمعيات خيريه عم بتقوم بتقديم المساعدات لكل يلي فعلا بيستحق المساعده. كيفك؟ اهلا وسهلا. هلا هلا. كيفك؟ موجودين هون كمان الاعلام عم بيجي بيغطي. اكيد نحن من ردة صراحه انسانيه كثير كبيره يستحق انه نسلط الضوء عليها. كنانه خبرينا شو اهم هيك القصص الانسانيه يلي توقفتي عندها؟ هلا نحن من ساعات صباح الباكر موجودين، قبل ايام يعني حتى يعني من وقت التحضيرات للدخول المدنيه من ناحيه الشرقيه. نحن يعني القصص اللي كنا عم نسمعها من هنيك من الناس، الحصار اللي كانوا محاصرين، هذا ادى الى يعني انه ازمه نفسيه لدى الناس، ندمروا نفسي يعني نفسيه الناس، بالاضافه الحصار سواء الغذاء او الحاله الصحيه كانت كثير تعبانه. هلا اليوم استقبلنا اكثر من 8000 يعني وافد من الاحياء الشرقيه اليوم اكثر يمكن اللي كانوا موجودين في الاحياء الشرقيه. الحمد لله كان في سياره عاد ننقذهم، بس في قصص كثير فينا نسمعها عن الحصار هيك. يعني هن كانوا فرحانين وقت شافوا الجيش العربي السوري كان عم يستقبلهم. رح خليكي تكملي شغلك بالتوفيق ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. الله يعطيكم العافيه. والله من حلب الشرقيه من حي الصالحين. والله تعذبنا عذاب الصبر. اليوم طلعتوا؟ اليوم طلعنا من 10 ايام اخذوا لنا الهويه، رجعناهم قالوا بدك تطلع معنا. انا يعني ما طوعتهم، عرفت اطلع يفوا عنكم. ردينا رجعت امبارح. لوين بدك تطلع معهم؟ كانوا النصره هن ولا فصيل ثاني؟ والله فصيل ثاني من الفردوس حاجز. ليش؟ قال بدك تروح تسحب علينا سلاح، انت يعني تروح النظام تسحب علينا سلاح. اخذوا الهويه قال بكره بينا بكره. قال بدك تطلع معنا الدشبت، قلت له ما بطلع. طلعت في شي مره معهم بصراحه؟ ولا مره ابدا ابدا. طب كيف كانوا يعوفوكم اذا انتم ما كنتوا تحملوا سلاح؟ يعني كلامنا ثلاث مرات وقفوني على كلام شبيح، على قرايبك كذا على كذا. الخبز الرغيف ب 200 ليره 700 جرام حقه 2000 ورقه، زلنا 3 كيلو 3500 ناخذه من المعادي 3500. يجوا يعطونا نهار ايه نهار لا، ست رخفان. هالولد ما بشبعوه. نحط احنا ونجيب طحين وصل 2500 كيلو. الحليب البار 1500 ليره وما لاقيه. السكر اخذناه 9000. الرز 1300. البرغل 1700 ليره اخذناه.
البرغل 1700 ليره اخذناها. هلا ان شاء الله بتتعوض. والله عندي سيوري ستاب ما الناس صرنا يعني زلقيت ما تتوقع الفرحه ما تتوقع كبيره. اول شيء قلت للجيش لما شفت. اول ما هي بوسته قبلتهم يعني ما الفرحه ما يعني تمن وصلنا سفه والله يرعاكم والله يعطيكم العافيه ونشكركم على هالخدمه الحلوه كثير. والله اول ما وصلنا هون برتقال وخبز يعني ما تفاجئنا يعني الخير كثير الحمد لله يعني اكلنا شيء لسه صرنا خمس ست اشهر ما اكلنا. يلا صحه و100 عافيه ان شاء الله رح تبدوا حياه جديده بكره ان شاء الله بترجعوا بيوتكم عندكم امل ترجعوا قريبا. والله عندنا امل ضمان الله موجود والجيش والسيد الرئيس بشار الاسد موجود والله يعطيكم العافيه نشكركم على هالهزال الحلو. شكرا على كل حال قربنا نختم. مثل ما حكينا قوى الامن الداخلي كان لها دور كثير كبير بتنظيم حركه الناس ومساعدتهم. مرحبا معلش نقرب شوي بعد اذنك. كيف الشغل هون شو دوركم طبيعه دوركم هون كقوى امن داخلي؟ دورنا تامين الناس وحمايه الناس ومساعده الناس. في كثير ناس بحاجه لمساعده عم تلحقوا لكل الناس؟ طبعا باللي بالقدرات اللي احيانا بتقوموا بشغل مو شغلكم بس طبعا صح صحيح خليل. صحيح تماما بنحاول قدر الامكان نساعد الناس الموجوده هون اهالينا اللي كانوا باحياء حلب الشرقي واللي دخلوا على البلد بنقدم لهم الخدمات اللي فينا نحن بنقدمها وبنشتغل بالتوجيهات والتعليمات اللي اجتنا من رؤسائنا والتعليمات المكلفين نحن فيها. طبعا نعم. الوجود هون مؤقت، في ناس بلشت ترجع على المناطق اللي تحررت؟ في ناس بلشت ترجع على المناطق اللي تحررت مثل مدينه عنانو وبلشت الاهالي ترجع اللي بحب يسكن ببيته ويرجع يسكن. طبعا كل حدا بيدخل بهويته بترجع بتعطوه الهويه. نوع من الاجراءات. طبعا هلا بيحب يطلع وما في بخصوصه اي شيء ما حدا بيتعرض لاي حدا طالما هو دخل لهذا المركز. لا تماما يعني بامان كامل. بامان كامل استاذ. بشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكل يلي تابعنا. دائما في امل جديد ان شاء الله اليوم وبكره بامان الله. هي استاذ عبد الغني.